أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي يعني شابتر مهم جدا في الفسيولوجي، وهو الكارديو فاسكولار سيستم. وأنا عاوز أقول لكم حاجة، إن ده أطول شابتر هناخده، ولطيف إن في ناس كتيرة جدا حبوا واحنا بنتكلم على الكارديو فاسكولار سيستم، لدرجه ان هم قالوا لي ان هم من كتر ما حبوا الكارديو فاسكولار سيستم ان هم دي وانا بي يعني كارديولوجيست. الالطف ان انا رايت هذه الاماني وهي تتحقق وورد وايد، يعني في كل مكان قابلت ناس وبيشتغلوا يعني قلب، اخصائيين قلب، وقالوا لي ان احنا حبينا معاك جدا الكارديو فاسكولار سيستم، لدرجه ان احنا ديسايدد، وقالوها لي على فكره بعضهم في اوانيها وبعضهم ابقاها يعني في داخله ونفذها، انه بقى اخصائي قلب. ده اطول برانش يا اولاد، وهو بينقسم الى قسمين، الهارت والبلاد فيسلز. فاحنا وهيقولنا هياخد ده اطول شابتر عندنا، هياخد عدد من المحاضرات. فنتوكل على الله ونبتدئ لكشر 1 في الكارديو فاسكولار سيستم. وقبل ما ابتديها بقول لكم انه مكتشف القلب والدوره الدمويه راجل انجليزي اسمه ويليام هارفيز، وده كان اكبر اكتشاف في الطب، وكان البدايه الحقيقيه لعلم الفسيولوجي الراجل ده. سوري فور ذيس. الراجل ده عاش ما بين سنة 1978 و 1657، يعني ده وده زي ما بنقول كان أكبر اكتشاف في الطب وبداية علم الفسيولوجي. الراجل ويليام هارفيز ده من 1578 ل 1657. طيب نتوكل على الله ونبتدئ. الأول هنبتدي بشوية نقاط كده يعني في الأناتومي، ونعرف شوية معلومات عشان قبل ما نبتدي. دي طبعا مش هتبقى بالظبط يا كاردو فاسكولار، بس يعني أشياء ما نقدرش نتخلى عنها. تدي الوضع كالآتي، احنا رقم السعد في الهارت هو رقم 2، فببتدي بقول انه رحمها الله شادية كانت عندها أغنية مشهورة قوي بتقول علشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين، والحقيقة دي كانت مقولة خطأ، لانه حقيقة الامر ان احنا عندنا قلبين because we have two circulations، احنا ما عندناش one circulation، عندنا two circulations. نبتدي بيها اهي. اول circulation هي pulmonary circulation، وهي الدورة الصغرى اللي هي بتبتدي من الرايت فنتريكل، بيضخ الدم للرئة to be oxygenated عشان يتأكسد، اسف يبقى oxygenated ياخد oxygen، وبعدين يطلع من اللانز وهو oxygenated عشان يروح للليفت اتريوم. دي الدورة الصغرى اللي هي البلمونري سيركوليشن. اعلى ضغط فيها بيبقى مقداره، ده رقم مهم احبكم تعرفوه، 20 ل 30 مليمتر مركري. بينما السيركوليشن دورة الكبرى اللي هي السيستميك سيركوليشن بتبتدي بالعكس بالليفت فنتريكل، بيضخ الدم وهو فيه اكسجين، اوكسجينيتد اهو باللون الاحمر، يغذي كل الجسم بالاكسجين، وبعدين يرجع تاني بقى ريديوسد بلاد للرايت اتريوم. فدي الدورة الكبرى اللي هي السيستميك سيركوليشن. اعلى ضغط في السيستميك سيركوليشن بيصل 100 ل 140 مليمتر مركري. سو اول نقطه قلت ان احنا عندنا رقم السعد في القصه دي كلها، وزي ما عملوا لها باللون الاصفر رقم 2. قلنا ان اغنيه شاديه خطا اللي بتقول عشان ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين. Actually we have two hearts because we have two circulations. يمكن احب اقول لكم حاجه عليكم في العملي. عارف مين الكائن اللي بتشتغلوا عليه وعنده فعلا تنطبق عليه اغنيه شاديه؟ اللي هو الفراج
الفراج عندها one ventricle بس قلب واحد، إنما الإنسان عنده two hearts because he has two circulations. قلنا الدورة الصغرى اللي هي pulmonary circulation بتبتدي من الرايت فنتريكل يطلع الدم reduced يروح لللانج to be oxygenated ويرجع للليفت اتريوم oxygenated. وعش كده باخد بالك نقطة مهمة جدا في pulmonary circulation، ان هنا الارتريز بتحمل reduced blood بينما pulmonary veins فيها oxygenated blood. ادي اول سؤال في MCQ تبقى عارفه كويس، ان pulmonary circulation عكس systemic، الارتريز فيها دم reduced والفينز فيها دم oxygenated بعد ما حصل له oxygenation في الرئة، واعلى ضغط فيها بيبقى 20 الى 30 مليمتر مركري. بينما systemic circulation بتبتدي من الليفت فنتريكل بيطلع الدم oxygenated يغذي كل الجسم تابعني بالليزر، وبعدين يرجع بعد كده الدم reduced للرايت اتريوم. دي الدارة الكبرى زي ما انت واضح اهو، والضغط فيها 100-140 مليمتر مركري. تدي بقى سؤال مهم جدا عن التو سيركوليشنز دول، ان هما ان سيريز يعني ايه؟ يعني على التوالي. يعني ايه؟ يعني الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فنتكل يساوي تماما الكاردياك اوتبوت بتاع الليفت فنتكل. يعني كمية الدم اللي بيضخها الرايت فنتكل في الدقيقة تساوي تماما كمية الدم اللي هيضخها الليفت فنتكل في الدقيقة، لان هما على التوالي. يعني اقولها بالبلدي، ده يسلم ده وده يسلم ده، ده يسلم ده وده يسلم ده. فده سؤال MCQ مهم، ان برغم ان دي دورة صغرى ودي دورة كبرى انما كمية الدم اللي ماشي فيها ده سيم اكزاكلي، لان واحد بيسلم التاني، لان هما ان سيريز. يعني ايه ان سيريز؟ اهي هشاور لك عليها، يعني على التوالي، ده يدي ده وده يرجع يديله الدم ده تاني، ده يديله ويرجع تاني. فاول سؤال في MCQ لما يقول لك الكاردياك اوتبوت يعني كميه الدم اللي خارجه من الهارت في حاله السيستميك ايكوالز الكاردياك اوتبوت في حاله البالموناري، الكاردياك اوتبوت بتاع الليفت فنتكل ايكوالز الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فنتكل. يبقى ادي اول سؤال في MCQ. تاني سؤال ان قلت ان هما ان سيريز. ابتدي بقى، وي هاف تو هارتس يا اولاد اهو. شوف انا كل اللي عملته ايه، ان الهارت اللي تحت ده انا فصلته اتنين عشان تتاكد ان هما تو هارتس بس لازقين في بعض، انما هما في الحقيقه تو هارتس. الليفت فنتكل بيضخ الدم ات هاي بريشر، الضغط في السيستميك سيركيليشن بيوصل 100-140 اللي هو المتوسط. الناس بيقول لك الضغط اللي بيبقى 120 على 80، فيعني من 100-140. وعليه سؤال MCQ مهم جدا، يبقى الليفت فنتكل هيعتبر هاي بريشر بامب، يعني مضخه بتضخ الدم ات هاي بريشر، بينما الرايت فنتكل قلنا بيضخ نفس حجم الدم بس ات لو بريشر، لان اعلى ضغط قلنا في البلموناري 20-30 مليمتر مركري. وعليه الرايت فنتكل بنعتبره لو بريشر بامب. ده سؤال MCQ حتى انا هو حاططه لك باللون الاصفر اللي هو احسن لون بنشوفه. يبقى الليفت فنتكل في MCQ هاي بريشر بامب صح، الرايت فنتكل لو بريشر بامب صح، او يجيبها لك بطريقه ثانيه الرايت فنتكل فوليوم بامب. ليه قالوا فوليوم؟ لانه بيضخ نفس الفوليوم اللي بيضخه الليفت فنتكل، فعشان كده يقول لك ان هو فوليوم بامب. طيب كل هارت، النقطة الثالثة اهي، بيتكون من تو تشيمبرز، اتريوم اللي هو الاوزين وفنتريك اللي هو البطين. الاتريوم فيه سؤال مهم جدا، المين فانكشن اوف اتريوم از بلاد ريزرفوار نوت تو بامب بلاد، يعني بيجمع ويخزن الدم لحد ما الفنتريك يطلبه منه. اهو بص لي من فضلك، يعني الاتريوم ده بيبقى بلاد ريزرفوار، مش وظيفته الاساسيه ان يضخ الدم الفنتكل. عارف ليه؟ اول مره هتفهمها. 70% من البلاد اللي في الاتريوم بيبقى بيتاخد بالفنتكل بالسكشن، يعني الفنتكل لما بيريلاكس بيشبط 70%،
فالاتريوم فقط بيضخ 30% اللي فاضلين. يبقى المين فانكشن اوف اتريوم الاوزين نوت تو بامب بلاد في الام اس كيو، انها بلاد ريزرفوار، يخزن الدم اللي جاي عن طريق الاورده لحد ما الفنتريكل يطلبه، بلاد ريزرفوار بات نوت تو بامب بلاد. وعليه في الام اس كيو بطريقه ثانيه. يبقى الاتريوم نوت اسينشال فور لايف. لو وقف خالص في مرض اسمه اترال فايبريليشن، رعشه الاذين، الاتريوم بيرتعش ما بينقبضش كده، انقبض بيرتعش بس اتس نوت فيتال. ليه؟ لان قلت ان الفنتكل هياخد 70%، هيشفط 70%، هو بيضخ 30% بس. وعليه الطالب ذكي، يبقى العيان اللي عنده اترال فايبريليشن رعشه الاذين، الهارت فقط 30% من مقدرته فقط، لان الفنتكل بيسحب لوحده من غير ما الاتريا يضخ 70%، بينما الفنتكل is essential for life. يعني لو حصل ventricular fibrillation خلاص يبقى الانسان توفاه الله. لو توقف الفنتكل عن النبض عن الانقباض نموت، لكن لو توقف الاتريا عن الانقباض لا نموت. It's not essential for life. طيب النقطة اللي بعدها، we have two types of valves. عندنا نوعين من الفالفز. في عندي فالفز، تعال نتفرج هنا في الصوره دي وانا افرجك الهارت معمول ازاي. الهارت السكيلتون بتاعه معمول من اربعه فايبرس رينجز، اربع حلقات من الفايبرس تيشو. في كل حلقه متركب، افتح ودنك معايا، valve وchamber، valve وchamber. فعندي تو الفالفز، احنا قلنا كل حاجه اتنين، في نوعين من الفالفز، يوجد نوعان من الفالفز. في اتري وينتريكولار فالفز اللي هي بيفصلوا الاتري عن الفنتكل اهم، وفي سيميليونر فالفز. يعني ايه سيميليونر؟ ليونر يعني قمر، بدي نقول نيو ليونر مانث يعني شهر قمري، سيميليونر يعني شبه قمري. شفت اهي، لانها شكلها مش دايره، واحد موجود عند بدايه الاورطه اللي هو الاورتيك فالف، واحد عند بدايه البلمونري اللي هو بلمونري فالف. يبقى عندي نوعين من الفالفز يا اولاد، اتري فينتريكولار بيفصلوا الاتري عن الفنتكل اهم، وسيميليونر فالفز، واحد عند بدايه الاورطه واحد عند بدايه البلمونري. طب الاتري فينتريكولار دول اثنين، كل حاجه اثنين قلت، اللي بيفصل الليفت اتريوم عن الليفت فنتكل اسمه ميترال فالف، وده الوحيد سؤال ام اس كيو اللي عنده تو كاسبس بس، باي كاسبد فالفز، عنده ضلفتين بس، الباقيين كلهم عندهم ثلاث ضلف. بدليل اهو الاترو فنتريكولار فالف اللي بيفصل الرايت اتريوم عن الرايت فنتكل اسمه، عد معايا الضلف، 1 2 3 تراي كاسبد فالف. طيب ازاي بقى ده بيفتح وبيقفل؟ سهلة جدا، احنا قلنا الفالفز وظيفتها حاجة واحدة بس، انها تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. ففي حالة الاترو فنتريكولار فالفز في حاجة شايفها، بصيلي هنا، اسمها بابيلاري ماسل، زائدة عضلية ماسكة في الكاسب، يعني في الضلفة اللي يسموها ساعات ليفلت، يعني تصغير ورقة، بحاجة اسمها كوردا تنديني، يعني تندون شكل الحبال. اذا ممكن الكاسب تنزل تحت والدم يعدي من الاتريا الى الفنتكل في اتجاه الليزر، انما لما الفنتكل ينقبض، لو الدم حاول ينتقل بالعكس من الفنتكل الى الاتريا، الحبال هتتشد، والكاسب لانها بتوصل وضع الافقي الحبال تتشد، ما يحصلهاش ايفيرشن للكاسب. يعني اوريها لك احسن بايديا، ده الفالفز اهي اللي هي بتفصل فوق الاتريا وتحت الفنتكل، يبقى بتسمح بمرور الدم من الاذين للبطين. لما الدم يجي يعدي من الاذين للبطين، الكاسبس دي تنزل كده والدم ينتقل. ليه؟ لان الحبال اترخت. لكن لما الفنتكل ينقبض، لما الكاسبس دي بتوصل للوضع الافقي، الحبال بتبقى مشدوده، فبتمنع الايفيرشن انه يتقلب للناحيه الثانيه والدم يعدي بالعكس من الفنتكل الى الاتري. ده اللي هو الاترو فنتريكولار فالفز. تاني نوع من الفالفز اللي هو موجود عند بدايه الاورطه عند بدايه البلمونري، اللي هو اسمه سيمي ليونر فالفز، لانه قلنا شكل الايه؟ القمر. سيمي ليونر فالفز. وتعالى عاوز اوريك شكل السيمي ليونر فالفز دي بتبقى ازاي.
اهي ده السيميلونار فالفز ميكانيزم تاني خالص، وهي مقفولة بتبقى زي شكل علامة العربية المرسيدس بالشكل ده اهي، ثلاثة كاسبس. دلوقتي الدم ده اهو السيميلونار فالفز، اما يطلع من الفنتكل اورطة الثلاثة كاسبس دول بيتفتحوا والدم يخرج، لكن لو حاول الدم يرجع من الاورطة للفنتكل الجيوب دي بتتملي ويقفل الفالف. برضو اقرا لك بإيدها هتفهمها احسن. انا اسف انا ما كنتش انت شايفها اساسا. تاني اهي دلوقتي في ثلاث جيوب كده، تخيل في ايد ثالثه والايدين كده. لو الدم جاي من الفنتكل من عندي رايح لحضرتك اللي هو الاورطه، الكاسبس دي بتتعمل كده والدم يخرج. لو الدم حاول يرجع الكاسبس بتتملي بالدم فتمنع ارتجاع الدم. يبقى ميكانيزم ثانيه خالص، مفيش لا مصل ولا كورده تنديني، الكلام ده غير موجود. يبقى تعال نفرج. يبقى السيميلونار فالفز وهي قافله بتبقى شكل علامه المرسيدس اهي، ثلاث جيوب اهي. تعال نبص، ده الهارت. لو الدم جاي من الهارت طالع الاورطه الثلاث جيوب دول شوف بيتلموا عند المارجن ويعملوا فتحه والدم يخرج. لو الدم حاول يرجع الثلاث جيوب دول بيتملوا وبيقفلوا فتحه ال أورطة وبالتالي يمنع ارتجاع الدم اللي هي وريتها لك بالشكل ده. يعني الدم هو خارج من الفنتكل للأورطة الكاسبس، شوف لأنها مقعرة من ناحية حضرتك، فيبقى الدم يجي من هنا لهنا اه تعمل كده والدم يخرج ناحية حضرتك. انت عندك الأورطة وانا عندي الفنتكل، لو الدم حاول يرجع ايه اللي هيحصل؟ الجيب ده هيتملي والجيب ده هيتملي والجيب التالت هيتملي، يبقى التلاتة اتملوا ويمنعوا ريجرشتيشن يعني ارتجاع الدم. يبقى ميكانيزم تاني خالص. محدش هيسألك في الميكانيزم بس انا حاولت تبقى فاهمها، ان الفالفز وظيفتها انها تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد فقط. في حالة الاتروفنتريكور ما بين الاترا والفنتكل الكاسبس كده، اما الدم يرجع تنزل لتحت والحبال ترتخي والدم ينتقل من الاترا للفنتكل. لو الدم حاول ينتقل من الفنتكل، الفنتكل بينقابل الاترا، الكاسب دي اول ما توصل المستوى الافقي بيبقى الحباب مشدوده فما يحصلش ايفيرشن، ما تقلبش على فوق. يبقى الكونستراكشن بتاعها هو اللي بيمنع ارتجاع الدم. فانا عندي هنا الفنتكل وحضرتك عندك الاورطا او البلموناري. لما ينقبض الفنتكل الجيوب دي بتيجي كده والدم يخرج، لكن لو الدم حاول يرجع من عندك من الاورطا الفنتكل الجيوب تتملي ويقفل الفالف، كونستراكشن تاني خالص. فين السؤال المهم هنا؟ الأربعة فالفز، الاثنين السيميليونر والاثنين الاتروفنتريكولار اللي هم بيفصلوا الاترا على الفنتكل عندهم كام ضلفة؟ ثلاثة. 3 كاسبس، ما عدا واحد بس عنده اثنين اللي هو اسمه الميترال فالف. أحكي لك قصة صغيرة عن الميترال فالف ده عشان ما تنساش إن ده سؤال MCQ مهم جدا. هو ليه سموا الميترال فالف ميترال فالف؟ اهو ده الوحيد اللي عنده 2 كاسبس، انما الباقيين ده اسمه تراي كاسبت 3، قلنا السيميليونر اوريدي هم عندهم 3 كاسبس. بقول الرتب العسكريه تعرفها من كتف الشخص، تبص على كتفه تبص تلاقي حاطط نجمه، حاطط 3 نجوم، حاطط نصر زي ما يكون. يبقى الرتب العسكريه تعرف من الكتف، اما الرتب الدينيه حاجة غريبة في معظم الأديان تعرف من غطاء الرأس، نوع غطاء الرأس اللي حطه. ففي حالة الطائفة الكاثوليكية بابا الفاتيكان المساعدين بتوعه اسمهم مايترال، اللي هو بعربياتنا يسموه الموتران. نعرفهم ازاي؟ انا رحت الفاتيكان تلاقيه لابس قبعة بس بقى عدلها، يعني مش هيبقى لابسها لتحت كده، يعني تخيل القبعة دي هعدلها الناحية التانية فيها اتنين كده، يعني القبعة لها حتتين بس تبقى معدولة لفوق بقى، فعشان كده سموا هذا الفالف مايترال فالف عشان شكل القبعة اللي بيلبسها المايترال. انا حكيت القصة ليه غير انها فقر بمعلومات عامة يا اولاد؟ عشان خاطر ما تنساش ان ده اونلي فالف اللي هو باي كاسبيد هو المايترال فالف. طيب النقطة اللي بعد كده الخمسة، we have two
types of muscle fibers. الهارت فيها نوعين من muscle fibers. في ordinary contractile اللي هو وظيفته ينقبض ويضخ الدم. ده زي السكيتر muscle بالظبط. هنقوله في محاضرة خاصة. يعني في sarcomere striated وفي actin ومايسن. والاكتين ده عباره عن ثلاث اجزاء اكتين وتروبومايسين مغطي البايندينج سايتس وتروبونين ارجع محاضره الماسل. وبرده بنلاقي انه الساركومير هو المسافه بين التو سكسيسيف زد لاينز وفي تايتن وفي ديستروفين. كل ده انا قلته في محاضره السكيتال باس. عارف الفرق ايه بين عضله القلب العاديه اللي هي بتضخ الدم والسكيتال باس؟ اقول لك فرقين هنبقى نجيلهم في المحاضره شوف مين هيفتكرهم. اول فرق ان مصدر الكالسيوم بتاع السكيليتال ماسل فاكره كان من جوه من الساركوبلازميك ريتيكولم. طب والسموث ماسلز كان اساسا مينلي مش فقط بيجي من بره من الاكسترا سيرف فلويد. طب ايه رايك بقى في عضله القلب اللي هي العضله الوحيده اللي بتنقبض من المهد الى اللحد من يوم ان تولد الى ان تموت من المهد الى اللحد؟ يبقى عاوزه كميات كالسيوم كتير. فدي بتعتمد على الكالسيوم من بره الاكسترا سيلر ومن جوه اللي هو من الساركوبلازميك ريتيكولم. ادي اول فرق مهم. يبقى السكيليتال ماسل استريتد والكاردياك ماسل استريتد هما الاثنين مخططين. السكيليتال ماسل الكالسيوم بتاعها جوه بس في الساركوبلازميك ريتيكولم. السموث ماسلز اساسا بره اكسترا سيلر الهارت الاثنين انترا سيلر من الساركوبلازميك ريتيكولم واكسترا سيلر. تاني فرق مهم في الهيستولوجي بس. فاكر الزد لاين في السكيتال ماسل كانت موجوده فين؟ اللي هي المسافه بين تو سكسيسيف قلنا الساركومير الديستانس بين تو سكسيسيف زد لاينز كان فين الديستانس الزد لاين؟ فاكرها؟ انا اذكرك عند الجانكشن اوف اي باند والاي باند الجانكشن اوف مايسن اند اكت. خلاص ده اللي هو اسف تي تي بيولز. انا بتكلم على التي تي بيولز. التي تي بيولز في الكاردياك ماسل بقى مش موجوده عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند انما موجوده عند الزد لاين. يبقى الزد لاين التي تي بيولز بتاعت الهارت موجوده عند الزد لاين. التي تي بيولز بتاعت السكيتال ماسل عند الجانكشن اوف اي باند مع اي باند. ده الفرق الوحيد. طيب نيجي في نوع تاني يا اولاد من الماسل فايبرز سبيشاليزد بقى مش اوردري. الهارت عنده two specialized types of muscle fibers. في muscle fiber specialized for initiating the action potential انها تطلع كربت الهارت. الهارت مش محتاج اعصاب عشان تشغله ودي اغلى حتة عندك في الهارت. مين البيس ميكر اللي بيدي الكهرباء اللي تشغل الهارت؟ اهو اسمه سينو اتريال نود. سينو اتريال نود موجودة فين؟ في الرايت اتريم. فين بالظبط؟ على البوستيرو وول. فين بالظبط؟ عند الاوبننج بتاعت السوبيرو فينا كافا فتحه الوريد الاجوف العلوي. نورمالي دي بتبعت كام امبلس في الدقيقه؟ 100 في بعض الجامعات 105 لو عايزين نعقدها اكتر بير مينيت. واحد يقول لي بس انا قلبي ما بيشتغلش 105 في الدقيقه بيشتغل 70 ل 75 بس. ما احنا قلناه ان عشان الباراسمباثاتيك بيحب نوفر عضله القلب ما تستهلكش طاقه كتير ففي حاجه اسمها فيجال تون يعني كونتينوس انهيبيتوري امبلس عن طريق الفيجاس الباراسمباثاتيك تنقص الهارت ريت من 105 الى 70 ل 75. طب افرض باظت الاس ان او دي يا اولاد يبقى مين يشتغل؟ يشتغل بدلها الاتروفنتريكولار نود اهي اللي من اسمها اتروفنتريكولار بتفصل الاتريا عن الفنتكل موجوده عند الجانكشن اوف اتريا اند فنتكل اهي. طب موجوده فين بالظبط؟ بص لي كل ده هنجيله في الحصه القادمه باذن الله بس نقولها دلوقتي في عجاله كده. موجوده على الرايت سايد بتاع السبتم اللي بيفصل التو اتريا اوف ذا اند اوف ذا اتريال سبتم على الرايت سايد بتاع الاتريال سبتم وموجوده بوستيريورلي بس الرسمه غير مجسده يعني كده اهي. ده الاتريوم ده الحاجز اللي بيفصل التو اتريا فهي موجوده في الرايت سايد مش قدام موجوده ورا على البوستيرو بارت اوف اتريال سيبتا. ده الايفي نود ودي الوصله الكهربائيه الوحيده ما بين الاتريا وال
ventricles. The only electrical connection between the atrial ventricle هو the AV node. دي بتضرب 60 per minute. وعشان كده ربنا حاططها احتياطي. لو باظ الـ S node وده قلما يحدث ما تخافش القلب مش هيقف. هتشتغل الـ AV node. طيب تعال نشوف تاني نوع من الـ specialized muscle fibers. دلوقتي إن قلنا الـ S node والـ AV node دول مخصصين في إن هم يطلعوا action potential، يطلعوا الكهرباء. في نوع مخصص في الـ propagation بتاع الـ action potential. ده موجود في الـ ventricle أساساً أهو هنا بس. في كابل أساسي جاي من الـ AV node رايح في الـ septum ما بين الـ two ventricles. اسمه atrioventricular bundle. أو نسبة إلى مكتشفيه اسمه bundle of his. طب حضرتك عندك كام فنتيكل؟ عندي اثنين، يبقى لازم الكابل الرئيسي ده اللي هو الاتريو فنتريكولار باندل ينقسم لكابلين رايت وليفت. خد بالك ما بينقسمش زي الدلتا، هو بيكمل الدرايت من اهل اليمين اهو ويطلع منه الليفت. يعني خلينا اوريها لك كده، يعني هو ما بينقسمش زي الدلتا كده، لا هو مكمل رايت ويطلع منه اللفت. طيب خد بالك شكل الفنتريكل بيبقى عامل كون شيبت زي المخروط اهو، شكله زي الكون، عارف كون بتاع الايس كريم، البيس فوق والقمه تحت. فبينزل الكابلين دول في السبتم جايين من البيس من قاعده الكون الى الابيكس، وبعدين يبقوا ريفلكتد يعني يتعكسوا ابورز، واحد يروح للليفت وواحد يروح للرايت، وبعدين يدي فايبرز رفيعه اهي اسلاك صغيره سلك، افتح ودنك، لكل فنتريكولار ماسل فايبر. يعني كل ماسل فايبر في الفنتكل لها سلك خاص بيها، سموه بيركنجي فايبرز. وعموما الكابل ده اللي هو الايفي باندل او باندل اوف هيس، والكابلين بتوع التو فنتكل الرايت والليفت والبركنجي فايبر سموهم البركنجي سيستم. دول وظيفتهم مش يطلعوا الكهرباء، يمشوا الكهرباء باسرع سرعه. عارف ليه؟ عشان يكسايت اهي لك، عشان يشغلوا كل الفنتريكولار ماسل فايبرز في ان واحد وكوحده واحده، ما كل واحده لها سلك خاص بيها، بحيث الكهرباء توصلهم كلهم في ان واحد وكوحده واحده. فبص ايدي، فالفنتريكولار كونتراكشن يبقى باورفول انف to pump the blood عشان يضخ الدم against the resistance. يبقى عندي نوعين من المسل فايبرز specialized. يبقى احنا عندي المسل فايبرز في الهارت نوعان، في نوع وظيفته الانقباض اللي هو الاتريال مسل فايبر والفنتريكولار مسل فايبرز، ده وظيفته contraction يضخ pumping، ده يسموه ordinary cardiac muscle fiber اللي هو الاتريال مسل فايبرز والفنتريكولار مسل فايبرز. ثم في نوع سبيشال، قلت لك كل حاجه اثنين، يبقى الاورديناري نوعين يا اتريال فنتريكولار، والسبيشالايزد نوعين. نوع وظيفته يطلع الكهرباء، فين البيس ميكر؟ فين المايسترو بتاع القلب؟ اغلى حته في القلب اللي هي الاس انود. خلاص؟ اشتغل كام؟ قلنا 105 بير مينت، كل ده هنعيده في الحصص القادمه. على فكره عاوز اقول لكم حاجه، اول نص ساعه لثلاث ارباع ساعه في الهارت مش لذيذه. يعني الواحد حتى يقول لو الموضوع مشي كده مش لطيف قوي، لا I promise you هتعشق انك تسمع السيركوليشن. بس انا اعمل ايه في المقدمات؟ في هيستولوجي وشرح وسيركوليشن وتو هارتس وتشيمبر وفالفز، لازم ناخد فكره عنها. فتاني نوع عندي نوعين سبيشال، واحده متخصصه تطلع الكهرباء اللي هي سموها البيس ميكر. نورمال مين بيطلع الكهرباء عندك؟ الساينو اتريال نود اللي قلنا موجوده فين يا اولاد؟ اهي موجوده في الرايت اتريوم. فين بالظبط؟ على البوستير وول اللي الناس ما نشوفها السما. فين بالظبط؟ عند فتحه الوريد الاجوف العلوي السوبيرو فيناكي. طب دي نورمالي نفسها تشغل هارت كام؟ حافظ الرقم 100 صح، 105 صح، كله صح. انا حتى بحب 100 اسهل بير مينيت. طب ليه نورمال قلبنا ما بيضربش 100؟ عشان الفيجاس عاوز يوفر الباراسمباثيتك انابولي، بيحب يبني ما بيحبش يصرف. فبيخفض الرقم الى 70 ل 75 بيتس بير مينيت. طب افرض باظت الاس ان نود، ما تخافش،
ربنا عامل احتياطي. الزون مش هتبوظ. مين الاحتياطي؟ الاي في نود. طب ليه سموها اتروفنتريكولار نود؟ لانها موجوده شوف عند نقطه التقاء التو اتريا مع التو فنتريكل فسموها اتروفنتريكولار نود. ودي نورمالي بتشتغل 60 بير مينيت. فاهم؟ فيها معلومه مهمه جدا في الام اس كيو، ان انا قلت لك ان الهارت هنا فيه فايبرس سكيلتون، اهو فايبرس سكيلتون فيه اربع رينجز، كل رينج فيها فالف وماسك فيها تشيمبر، كل رينج فيها فالف وماسك فيها تشيمبر. اذا الكهرباء مش ممكن تعدي من الاتريال فنتريكل من خلال فايبرس تيشو. ده اونلي الكتريكال كونكشن. ده سؤال ام اس كيو مهم جدا. الوصله الكهربائيه الوحيده اللي بتجيب الكهرباء من الاتريا الى الفنتريكل هي، افتح ودنك، ذا اتريوفنتريكولار نود. يعني الاتريوفنتريكولار نود دي ليها وظيفتين: احتياطي للاس نود لو الاس نود اللي هي النورمال بيس ميكر باظت تشتغل اي نود، وليها شغله تانية اهم انها هي المكان الوحيد اللي بتمر منه الكهرباء بالاتريال فنتريكل. طيب واحد يقول لي طب افرض باظ الاس نود والاي نود، مفيش كلام زي كده. انما انا هقول لك حاله تانية مشهوره جدا في الطب: لو الكابل الرئيسي ده اللي جايب الكهرباء من الاتريال فنتريكل اللي هو اسمه اتريوفنتريكولار باند اللي بشاور عليه ده، او باند لوفيس، اتقطع. حتى واحد يقول لي اتقطع ازاي؟ يا بابا مش بسكينه، يعني البلاد سبلاي بتاعه اتقفل. وده عندنا ناس كتير في الدنيا عندهم الحكايه دي. الاتريوفنتريكولار باندل، الباند اللي بيجيب الكهرباء من الاتريال فنتريكل، باظ. يبقى هنا الاتريا هيشتغل كويس قوي زي الفل بالاس نود، بس الاتريا نوت اسينشال فور لايف. طب مين يشغل فنتكل؟ اسمع دي بقى حلو خالص. احد البركنجي فايبرز دي تنصب روحها بيس ميكر وتشغل الفنتكل بمعدل من 20 ل 40 في الدقيقه. وفي هذه الحاله يبقى الاتريا شغال زي الفل بالاس نود، وده ملوش لازمه، والفنتكل شغال بالبركنجي من 20 ل 40، ويسموا ده ايودو فنتريكولار ريذم. طب ممكن تفكر معايا، هو في ناس ممكن عايشه في الدنيا نبضها 20 ل 40؟ طالب قال لي لا طبعا قليل جدا. عارف ليه ربنا عامل البركنجي دي؟ عشان تبقي هذا المريض على قيد الحياه لحد ما نجيب الامبلانس الاسعاف ونروح الامرجنسي روم الطوارئ ونحط له ارتفيشال بيس ميكر. يبقى البركنجي دي مش عشان يعيش بيها، دي عشان ما يموتش لحد ما نحط له ارتفيشال بيس ميكر. وعلى فكره ارتفيشال بيس ميكر ده حاجه سهله جدا، لحته عمليه ما تاخدش ربع ساعه، سلك كده ندخله في صدر العيان لحد ما يلامس الهارت، وجهاز صغير ما يجيش قد بطاريه الساعه، يدي نبضات عدد كافي 70 ل 80 في الدقيقه، وبطاريه معاه كده بتعيش 5 سنين بنزرعها تحت الجلد بجهاز قد البطاريه الصغيره وسلك صغير يلامس الفنتكل. ده البيس ميكر، وناس كتيره في عالمنا عايشه بهذا البيس ميكر. يبقى في كام بيس ميكر في قلبك؟ نقولهم تاني: نورمالي حضرتك والعبد الله شغالين بمين؟ بالساينو اتريال نود. وحتى عاوز اقول لك هم ليه سموها ساينو اتريال نود، لان احنا هنا بنحب المعلومات. تعال اوريك لماذا سميت الساينو اتريال نود. انا كنت عامل لها رسمه، اي هوب ان انا هلاقيها باذن الله. ساينو اتريال نود هنبقى نقولها في اوانيها، لان الظاهر ان انا مش لاقي رسمه دي. حسب التسميه دي جت حسب الضفدع يا اولاد. الضفدع تعال ارسمهم لكم اهي واوريها لك، مش لاقينا مفيش مشكله اهي. الضفدع، قلب الضفدع عنده مجمع للاورده اهو، وبعدين عنده اذنين اتنين، لكن زي ما قلت لك بتغني له شاديه، عنده وان فنتكل. ادي شكل قلب الضفدع، شايفه؟ ده اللي فوق ده مجمع الاورده اسمه ساينس فينوزس، تحتيه في اذنين، تحتيه في فنتكل واحد. يبقى اللي عنده فنتكل واحد وقلب الضفدعه. البيس ميكر اللي بيشغل قلب الضفدعه اهو، النقطه الزرقاء دي، موجود ما بين الساينس فينوزس والاتريا
فعشان كده سموها ساينو اتريال نود. بس الانسان ما عندوش مجمع الاورده، ما عندناش ساينس فينوزس مجمع للاورده، جيب للاورده، ومع ذلك اسمها في الانسان ساينو اتريال نود. تبقى عارفها ليه سموها ساينو اتريال نود على اسم الضفدعه. وهو اوعى تنسى ادي قلب الضفدعه عندها كام فنتكل بقى؟ فنتكل واحد. هي دي اللي كانت بتغني لها الله يرحمها شاديه علشان ماليش قلبين، بس احنا عندنا قلبين. طيب افرض باظ الاس اي نود، مين يشتغل؟ اولا الاول اس اي نود كام؟ يلا معلومه ام اس كيو، مين شاطر يقولها لي؟ الاس اي نود بتشتغل 105. طب نورمال هارت ريت كام؟ 70 ل 75. مين اللي مبطئه؟ اوعى تنسى الباراسمباثيتك، حاجه اسمها فيجال تون. لو باظ الاس اي نود مين يشتغل؟ الاتروبنتيكار نود. كام في الدقيقه بقى؟ 60 في الدقيقه. طب ايه الوظيفه الاهم للاتروبنتيكار نود؟ ما هي نورمالي مش شغاله، ان حضرتك وحضرتك والعبد الله شغالين بالاس اي نود الحمد لله، ومش نادرا نادرا جدا جدا ما تبوظ. الوظيفه الاساسيه للاي بي نود ان دي الوصله الكهربائيه الوحيده اللي بتخترق الفايبرس رينجز دي وتجيب الكهرباء من الاتريال فنتكل. ذا اونلي الكتريكال كونكشن بين اتريا اند فنتكل، ده الاي بي نود. مش عاوز عبط، ما قلتش لو باظ الاس اي نود والاي بي نود يشتغل بيركنجي، عمري ما قلت العبط ده، مفيش عند ربنا حاجتين يبوظوا. قلت ناس كتيره في عالمنا هذا لو اتقطع عندها الاتروبنتيكولار باندل، مش نود، الباندل ده اللي هو باندروفيست، اتقطع اتقفل الفيسل بتاعه، يبقى في الحاله دي الاتر شغال زي الفل بالاس اي نود. ان مين هيقف؟ الفنتكل، والفنتكل اسينشال فور لايف. فاحد البيركنجي فايبر تنصب روحها بيس ميكر وتشغل الفنتكل بس. وبايه؟ بريت كام؟ فاكره؟ 20 ل 40 بير مينيت، لا يكفي الحياه، انما يبقيك على قيد الحياه لحد ما ناخدك المستشفى ونركب لك بيس ميكر. يبقى الفايبرز اللي باللون الاحمر دول سبيشالايز فور انيشيشن اوف كاردك امبلس، دول اللي دول البيس ميكرز، ثلاثه بيس ميكرز في الهارت، اس ان نود ثم اس ان نود ثم اس ان نود. لو باظت جاوب انت اي في نود، ما تقولش لو الاثنين باظوا. لو فشلت الكهرباء انها توصل الفنتكل لان اتقطع الاي في باندل او الباندروفيس، يبقى عادي الاترا شغال عادي بالاس ان نود. مين يشغل فنتكل؟ بيركنجي فايبرز اللي هو الايديو فنتكل لحد ما نركب له بيس ميكر. تاني نوع من فايبرز سبيشالايز فور بروباجيشن، وموجود فين بقى؟ في الاهم اللي هو الفنتكل بس اهو، اللي هو ثلاثه برضه، اي في باندل اور باندروفيس، عد معايا ادي واحد اتقسم لتو باندلز، وكل باندل اتقسم لمجموعه فايبر صغيره سلك لكل فنتيكول ماسل فايبر اللي هو يسموها بيركنجي فايبرز اللي هي الاسهم دي، بحيث اديك فاهم تشغل كل الفنتيكول ماسل فايبرز كلهم ات وان تايم اند از وان يونت، at one time and as one unit، at one time and as one unit، يوصلهم كلهم كهرباء في ان واحد. فالفنتكل ينقبض كوحده واحده وفي ان واحد، فالانقباض يبقى باورفول انف، باورفول انف تو بامب ذا بلاد ويلف في السيركوليشن الكبيره دي كلها، عاوزه ضربه جامده. دي فايبر سبيشالايز فور بروباجيشن. طب اخر اثنين نقولهم بعدين نلمهم وبعدين نبتدي نشرح سيركوليشن. ان الهارت يا اولاد بيتكون من سينسيتيا. طيب تعال، كنت قلتها لكم في السموث ماسل اللي حضرها معايا. سينسيتيام يعني مدمج خلوي، تعال اعلمك صح. مدمج خلوي. المدمج الخلوي نوعان، في اناتوميكال وده نادر جدا. يعني ايه اناتوميكال؟ يعني بص الخليه واحد والخليه اثنين والخليه ثلاثه ما فيش ما بينهم جدران خالص. فلو اديت ستيمولس للخلية واحد هتشتغل واحد واثنين وثلاثة. يبقى لما يبقى ما فيش جدران بين الخلايا على الإطلاق يبقى ده أناتوميكال سينسيتيام، مدمج تشريحي. إنما في السموث ماسلز يا أولاد وفي الهارت الوضع مش كده. في جدران أهي ما بين خلية واحد واثنين وثلاثة. بس الجدران دي كأن لا وجود لها لأن فيها ثقوب اسمها جاب جانكشنز اهي، اللي هو بيتكون من بروتين سداسي هيكساجونال بروتين، خدناها الجاب جانكشن، خدناها في الانترودكشن.
جوه الجاب جانكشن في الهارت في حاجه اسمها انتركاليتد ديسك اللي انا مشاور عليها كده. يعني ايه انتركاليتد؟ بحب الترمينولوجي قوي، يعني محشور بين حاجه، محشوره بين اتنين، ديسك محشور ما بين خليتين، بين واحد واتنين، وده محشور ما بين اتنين وتلاته. دول بيوفر فيري فيري لو ريزيستنس تو الكتريستي، لا يبدو مقاومه تسكر للكهرباء. فلما حضرتك تستيميليت خليه واحد، الكهرباء هتعبر عادي من خلال الانتركاليتد ديسك اللي في الجاب جانكشن الاثنين، من خلال الانتركاليتد ديسك اللي في الجاب جانكشن الثلاثه، فالثلاثه هيشتغلوا مع بعض كانه مدمج، كان الثلاث خلايا ما فيش ما بينها جدران. بس ده ما يسموهوش اناتوميكال سينسيتيوم، ده مش مدمج تشريحي، ده مدمج وظيفي فانكشنال سينسيتيوم. فالهارت نوع المدمج الخلوي اللي فيه فيه جدران، بس كان لا وجود له بسبب الجاب جانكشن اللي في نصها في الانتركاليتد ديسك التي تبدي مقاومه ضعيفه جدا، تقريبا ما فيش مقاومه لمرور الكهرباء من فايبر الى فايبر، فكانه مدمج خلوي، كان الخلايا كلها ما فيش ما بينها جدران ولكنه مدمج وظيفي. طيب بص لي من فضلك، هل الهارت لما بياخد ستيمولس بينقبض كله مع بعض؟ لا، اهو بص لي، بينقبض الاتر لوحدهم ثم الفنتريكل لوحدهم، الاتر لوحدهم ثم الفنتريكل لوحدهم. يبقى الهارت معمول من كام سينسيتيا؟ المفرد سينسيتيام والجمع البلورال سينسيتيا. The heart is composed of two functional syncytia not one syncytia، لانه مش لما بتدي له ستيمولس كله بينقبض الاذين مع البطنين، لا، الاول الاذنين يفضوا في البطنين وبعد البطنين يفضوا في الاورطة والبالمونري، الاذنين يفضوا في البطنين وبعدين الفنتكلز يفضي في الاورطة والبالمونري. So the heart is composed of two functional syncytia not one syncytia. طب مين بيجيب الكهرباء من الاتر للفنتكلز؟ مين فاكر؟ بعيدها تاني لحد ما تفهم القلب شغال ازاي. الوصلة الكهربائية الوحيدة اهي اسمها atrioventricular node، the only electrical connection between atria and ventricle. طيب اعيد تاني بقى النقاط بتاعة الهارت، نجمعها بالاسئلة المهمة بتاعتها. تعالوا نبصوا بقى مع بعض. هي يا شباب الاول انتوا ساعدوني، قلت المنتال سيت يعني التهيؤ الذهني، كل حاجه هقولها عباره عن كام؟ اتنين، ولما تنقسم هتنقسم لاتنين. بحبها قوي في النظام في التدريس يا اولاد، انك انت تخلي المستمع في حاله عنده منتال سيت تهيؤ ذهني، ان كل حاجه انت هتقولها له اتنين. فاول فانا مسالك هاو ماني سيركوليشنز دو وي هاف، هتقول لي تو سيركوليشنز. في pulmonary circulation اهي الدوره الصغرى pulmonary circulation و systemic circulation اللي هي الميجور الكبيره. طيب فين الاسئله؟ اهم سؤال ان هما الاثنين مش متوازيين انما in series يعني على التوالي، فدي تدي دي ودي تدي دي، دي تدي دي ودي تدي دي. وعليه السؤال المهم في الام اس كيو انه الكاردياك اوتبوت يعني كميه الدم اللي بيضخها الرايت فنتكل ايكوالز الكاردياك اوتبوت اوف ذا ليفت فنتكل، لان ده بياخد دم يسلم ده وده يرجع يديهم له تاني. يبقى الكميه اللي بيضخها الرايت فنتكل تساوي الليفت فنتكل. يبقى ادي اول اثنين، ان وي هاف تو سيركوليشنز ان سيريز، عد معايا ست اتنينات. تاني حاجه وعليه how many hearts do we have؟ سيبك من شادي الله يرحمها، we have two hearts. خلاص في الرايت سايد اهو والليفت سايد، تمام اهي. كل اللي انا عملته ان القلب ده عباره عن two hearts اهو، ان انا فصلتهم في الرسم بعدتهم عن بعض عشان تفهم انهم two hearts لازقين في بعض. طيب الثاني اثنين، ان كل هارت معمول من كام غرفه؟ two chambers اتريا and ventricle. هنا بقى في اسئله ام اس كيو مهمه جدا، هل المين فانكشن اوف اتريا اختار تو بامب بلاد تو ذا فنتريكل ولا بلاد ريزرفوار يحوش البلاد لحد ما الفنتريكل يطلبهم؟ ايه اختار الاجابه الصحيحه؟ بلاد ريزرفوار ده الاتريا. وعليه
يبقى الاتريا essential ولا not essential for life؟ في الام اس كيو not essential for life. لو ما بينقبضش الاتريا خالص، وهذا يحدث في حالات كثيره في الانسان، اسمها atrial fibrillation، رعشه الاذين، الانسان ما يموتش. لان قلت يا اولاد اهو ان الفنتكل بنفسه بياخد 70%، الاتريا يضخ كام؟ 30% بس. اذا لو ارتعش مش هيضخ 30، يبقى كفاءه قلبك تنزل 30%، تبقى 70% من كفاءه قلبك زي الفل، اللي هم مش فوتون فنت، هو مش هيضخ 30. يبقى الاتريا بلاد ريزرفوار، سؤال مسكين مهم جدا، نوت اسينشال فور لايف، الاتريال بامبينج، بينما الفنتكل اسينشال فور لايف. طيب الفنتكل عندي اثنين، ما كل حاجه اثنين، في رايت وليفت، مين بيواجه ضغط اعلى؟ الليفت اللي هو قصاده السيستميك سيركليش، الضغط بيصل الى 120، او ناخدها بقى افريج من 110 من 100 الى 140، اللي هو ال 120 رقم اللي احنا حافظينه من الحياه. يبقى عشان كده يسموا الليفت فنتكل ايه بقى؟ سؤال ام اس كيو، هاي بريشر بامب، لانه بيضخ الدم ات هاي بريشر. بينما البلمونري اعلى ضغط في الرئه بيبقى كام؟ 20 ل 30. فعشان كده الرايت فنتكل اللي بيضخ في البلمونري سيركليشن يسموه، قولها انت بقى، بيسموه لو بريشر بامب. يبقى الليفت فنتكل هاي بريشر بامب، الرايت فنتكل لو بريشر بامب. طب ليه اسم تاني؟ لانه بيضخ نفس الحجم، ده يدي ده وده يدي ده، فبيسموه فوليوم بامب. يبقى الرايت فنتكل فيه سؤالين، انه لو بريشر بامب اور فوليوم بامب، الليفت فنتكل هاي بريشر بامب. طب والاتريا بلاد ريزرفوار ونوت اسينشال فور لايف. الفالفز السؤال اللي بعده رابع اثنين، وي هاف تو تايبس اوف فالفز اهو، لان قلنا ان الهارت، افهم الرسمه دي، انا الرسومات حصاد السنين، الهارت عنده سكيليتون، فايبرس سكيليتون، معمول من كام حلقه؟ اربع حلقات، كل حلقه جواها فالف، عشان كده عندي اربعه فالفز، اثنين سيميليونر واثنين اتروفنتريكولر، اهو بشاور بيفصلوا الاتر على الفنتكل، وكل حلقه ماسك فيها تشيمبر، تمام؟ طيب قلت فين اهم سؤال هنا؟ ان الاربعه فالفز عندهم كم ضلفه؟ كم كاسب؟ كم ليفلت وريقه؟ خلاص؟ ثلاثه ما عدا واحد بس عنده اثنين كاسبس، وحكيت لكم القصه اللي مش هتنسيكم، اللي هي اسمه مايترال فالف، لانه قبعه المايترال او اللي هو بيسموه بالعربي الموتران بتبقى من فوق فيها اثنين، هو بس من تحت، ده المايترال فالف اللي هو بيفصل الليفت اتريم عن الليفت فنتريكل، الباقيين فيهم ثلاثه، ده حتى واحد منهم اسمه تراي كاسبيد، اللي ما بين الرايت والرايت اسمه ذات الثلاث ضلف تراي كاسبيد، انما ده باي كاسبيد لكن بيجيبوها لكم مايترال. طب ايه وظيفه الفالف؟ يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. ازاي؟ بالكونستراكشن، وريتك كونستراكشن هنا. لما تبص الاتريفنتيكولا هنا ممكن الكاسب تنزل لتحت في الدم، الحبال هترتخي يجي بالاتريا الفنتكل، لكن لو حاول يجي من الفنتكل للاتريا الحبال اتشدت عند الوضع الافقي، فالتاني هيبقى قافل زيه، يبقى مش هينتقل. انما السيميليونر والتاني بطريقه ثانيه، جيوب مفتوحه ناحيه الاورطا البلمونري، تملى لو الدم راجع من الاورطا البلمونري تملى وتقفل، لكن لو الدم جاي عندنا من الفنتكل رايح لعند حضرتك الاورطا، يبقى هيجوا كده والدم يخرج، لكن لو الدم راجع من حضرتك لعندي الجيوب دي تتملي، كام جيب؟ ثلاثه، هم قافلين بيبقى زي علامه المرسيدس، سموهم سيميليونر يعني شب قمري. هنا في سؤال واحد في الفالز، وي هاف تو تايبس اوف فالز، اتروفنتريكولار اثنين، مايترال تريكاسبيد، وتو سيميليونر فالز اثنين، كل حاجه اثنين، اورتيك وبلمونري، وظيفتهم ان الدم يروح في اتجاه واحد بالكونستراكشن بالتركيب. مين الوحيد اللي هو باي كاسبيد؟ حكينا القصه، المايترال اللي عنده القبعه بتاعته اثنين، اللي هو المساعد البابا بتاع الفاتيكان، ثاني رتبه بعد بابا الفاتيكان. قلنا الرتب الدينيه بتتعرف من القبعه. طيب بعد كده واحده بقى، نمره خمسه، في كام نوع من المسل فايبر في الهارت؟ في نوع اوردينري كونتراكتايل زي بتاع السكيتال مسل، خلاص، اللي هو موجود في الاتريا وفي الفنتكل، اللي هو اكتين ومايسن متحكي، وفي حتى تايتن وديستروفين وكل حاجه، قلت لك مع فرقين. الهارت عضله بتنقبض من المهدي الى اللحم، يبقى عاوزه كميات كالسيوم كبيره جدا. فعشان كده مش زي السكيتال مسل من جوه بس، ومش زي السموث مسل من بره اساسا، ما بقولش فقط. الكاردك ماسل بتعتمد على الكالسيوم اكسترا سيلر واللي موجود جوه في الساركوبلازميك ريتيكولم، تمام؟
بس في نوع بقى specialized muscle fiber في العرض. يبقى في نوع عادي اللي هو الاترال فنتريكولر كونتراكتايل، وفي نوع specialized. specialized في ايه؟ كام حاجة؟ كل حاجة اتنين. يا اما يطلع الاشارة العصبية اللي هو يسموه بيس ميكر. مين النورمال بيس ميكر بتاعك؟ اللي هو قلنا الساينو اترال نود. وفهمتك ليه سموها ساينو اترال نود؟ لانها موجودة ما بين الساينس فينوزس وما بين الاتريوم في الضفدعة. ودي بتشتغل كام؟ 105 في الدقيقة. ده سؤال امسكيو. طب ليه بتشتغل من 70 ل 75؟ مين اللي بيحب يبني الباراسمباثاتيك انابوليك؟ الفيروس بيعمل لها انهبيشن يخليها تشتغل بس 70 75. لو باظت يشتغل بالايفينود اللي هي كام؟ بتبقى 60. تمام؟ وقلت ان هما الاثنين اهم في مواقعهم، هقولها دي في الحصه القادمه باذن الله او المحاضره القادمه. طيب لو باظ الاس نود هتشتغل الاي في نود، ما تقولش لو باظ الاثنين. لو اتقطع الاي في باندل او الباندلوفيس يبقى الايتر شغال عادي بالاس نود. مين يشغل فينتيكل بيركنجي فايبرز اللي هم 20 ل 40؟ تبقيك على قيد الحياه لحد ما نحط لك بيس ميكر. يبقى ده نوع من الفايبرز سبيشالايز فور انيشيشن. طب في نوع تاني فور بروباجيشن، انه يمرر الاشاره بسرعه في التو فينتكل عشان كل الفايبرز تنقبض في ان واحده كوحده واحده، فانقباض فينتكل يبقى قوي انف تو بامب الضخ الدم المسافه الطويله دي اجنستيست. دول برضو ثلاثه بس خد بالك واحده مشتركه في الاي في باندل اور باندلوفيس. عد معانا نمره واحد، ينقسم لتو باندلز وبعدين كل باندل بتدي بيركنجي فايبر لكل فينتريكولار ماسل فايبر. يبقى البيركنجي خدناه مرتين، ممكن تشتغل كبيس ميكر تطلع كهرباء، وممكن تشتغل في البروباجيشن بالكينجي فايبرز. طيب بعد كده عندنا اخر حاجه قلناها ان الهارت يا اولاد معمول من 1 ولا 2 سنسيتيا. هل هو مدمج واحد بينقبض كله كواحده واحده؟ لا، الاترا لوحدها والفنتكل لوحده، يبقى هو 2 سنسيتيا. طب هل هو اناتوميكال ولا فانكشنال؟ قولها انت. فانكشن، لان في سيل في ممبرين ما بين الخلايا، وريتها لك في الرسم اهو. في ممبرينز، بس الممبرين دي كان لا وجود لها بسبب وجود الجاب جانكشن، بسبب وجود الانتركاليت الديسك اللي ما عندهاش مقاومه للكهرباء. فيبقى الهارت اخر واحده تو فانكشنال سنسيتيا. طب مين الوصله الكهربائيه الوحيده من الاتريال فينتكل؟ اللي هو الاي في نود. انا عارف ان دي حته سخيفه جدا. فاضل نقطتين صغيرين وابتدي الهارت. البلاد فيسلز يا اولاد نوت ان سيريز، يعني مش على التوالي، انما بتبقى بارلل اهو. ادي الاورطه وادي الفيسلز بارلل نوت ان سيريز. ايه الميزه؟ انك ممكن تعمل فازو دايلتيشن والاورجان ده تودي له دم كتير من غير ما ياثر على التو اورجانز التانيين، او العكس تعمل فازو كونستريكشن. يبقى ممكن اغير البلاد فلو لاورجان معين دون ان تتاثر الاورجانز التانيه. ادي اهميه ان البلاد فيسل تبقى بارلل على التوازي وليست على التوالي. لو كان الفيسل وراء الفيسل الثاني لو قل هنا لازم يقل هنا لو كانت على التوالي، لكن لما يبقى بارلل على التوازي ممكن ادي ده اكتر لو عملت دايلتيش، ادي له قل لو عملت كونستريكشن من غير ما يتاثر الاورجنز الثاني. طب مين الاكسبشن هنا؟ الليفر. الليفر بياخد دبل بلاد سبلاي، بياخد هيباتيك ارتري من الاورطه، وبياخد البورتال فين جايب له الدم بتاع الجهاز الهضمي محمل بالاكل عشان يعمل له ميتابوليزم. فالليفر بيدخله نوعين من الفيسلز لنفسه، الهيباتيك ارتري جاي له من الاورطه جايب له دم فيه اوكسجين ويغذيه، والبورتال فين جايب الدم بتاع الجهاز الهضمي جايب الاكل اللي بناكله رايح الليفر يعمل ايه؟ تو بي ميتابولايزد. دي النقطه. النقطة الثانية اللي عاوز اقولها دي مهمة قوي في الام اس كيو. في الهارت عندنا تو بامبس اند اكشينجر. تو بامبس عندنا ككل الجسم صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، خدناها في النيرف وفي المصر وقلت لك في كل خلايا الجسم. دي بتبامب 3 صوديوم لبره و2 بوتاسيوم لجوه. حتى قلنا ان هو اللي حضر معايا في النيرف المصل الكتروجينيك بامب. ايه الوظيفه الاساسيه؟ انها تكيب الصوديوم اوتسايد، وده المفروض ربنا عاوز الصوديوم بره والبوتاسيوم انسايد. طب ايه الوظيفه الثانيه؟ ان 3 بوزيتيف بره
واتنين بوستر جوه يبقى هيبقى فيه فرق جهد اللي هو الريستنج ميمبرين بوتنشال قلناه. تاني نوع من البامب اسمه كالسيوم اتيبيس بامب، وظيفته ايه؟ ان الكالسيوم اللي دخل جوه وعمل انقباض للقلب لازم يطلع بره عشان الهارت يريلاكس يعمل داستول. الهارت لما ينقبض يكونتراكت سيستول بالكالسيوم، طب عاوز يريلاكس لازم تطلع الكالسيوم بالكالسيوم اتيبيس بامب. وبعدين اصعب واحده بقى في صوديوم كالسيوم اكتشينجر، بتتبادل 3 صوديوم مع 1 كالسيوم. واحد قال لي طب عندك طريقه تفهمنا بيها؟ اه طبعا، فاكر هنا كان 3 صوديوم يقابلهم ايه؟ 2 بوتاسيوم. طب ما هو الواحده كالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم لانها داي فيلنت، ثنائي التكافؤ الكالسيوم. فعشان كده نفس الارقام 3 صوديوم بس بدل ما تقول 2 بوتاسيوم تقول واحده كالسيوم. ايه بقى السؤال الرهيب هنا يا اولاد؟ انها ات اكتس اون بوث دايركشنز، يعني لو لقت الصوديوم جوه كتير اتجمع الصوديوم ترمي الصوديوم بره والكالسيوم جوه، بالعكس لو لقت الصوديوم بره كتير ترميه جوه وعليه الكالسيوم يطلع بره. فات اكتس اون بوث دايركشنز. كانت الساعه دي مقدمه للسيركوليشن. انا عارف كويس قوي انها مش لطيفه، لكن حاولت ابسطها لكم ما امكن. وهناخد التفصيل، كل التفصيلات اللي قلناها دي هنقولها تاني بس كل واحده في موضعها، فهتحس انها لطيفه واستوعبتها كويس جدا. كل الكلام اللي قلته ده هيعاب مره اخرى. ايه اللي خلاه سخيف؟ انه مش فيسيولوجي اللي انا قلته ده معلومات تشريحيه خلاص. بس ما اقدرش ابتدي افهمك الهارت وانت ما انتش فاهم الهارت ده شكله ايه هيعمل ايه. وحاولت ابسطها ما امكن. انا عارف انك ممكن تعيد الفيديو، فانا هقول المعلومات الاساسيه فقط عناوين. 6 اتنينات يا اولاد، انا اقول وانت تجاوب. How many circulations we have? 2 circulations systemic and pulmonary. وعليه How many hearts we have? 2 hearts. Right side مسؤول عن pulmonary circulation وليفت سايد مسؤول عن السيستميك سيركوليشن. طب جاوب في الام اس كيو. في السيركوليشن هل هما ان سيريز ولا ان باراليل؟ الاجابه هما ان سيريز على التوالي، ده يدي ده وده يدي ده، فالاوتبوت بتاع ده يساوي الاوتبوت بتاع ده. طب في الهارتس يا اولاد اهم، وي هاف تو هارتس، الرايت مسؤول عن البلمونري والليفت مسؤول عن السيستميك. طب كل هارت كام تشامبر؟ تو تشامبرز، اذين وبطين. انت جاوب. الاذين هل هو اسينشال فور لايف؟ لا، لان وظيفته ايه؟ انا سامعك، بلاد ريزرفوار. بينما مين اللي بيضخ وعشان كده اسينشال فور هارت؟ الرايت والليفت فنتكل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ده بيواجه هاي بريشر فيسموه هاي بريشر بامب، انما ده لو بريشر بامب عشان البريشر قصاده قليل، او فوليوم بامب. تبقى عارف. طب النقطه اللي بعد كده، التايبس اوف فالز، وي هاف 2 اتريفنتريكولار و2 سيميليونر. فين السؤال؟ مين الوحيد فيهم اللي عنده تو كاسبس؟ المايترال فالف اللي ما بين الليفت والليفت. وفهمتك ليه سموه مايترال عشان ما تنساش. How many types of muscle fibers we have? Two types, ordinary و specialized. الordinary نوعان، يا اترا يا فنتريكولار، ليه وظيفتها كونتراكتايل، مين اللي بينقبل الاترا والفنتريكل؟ طب والspecialized نوعان، يا اما specialized for initiation، ودول ثلاثه، اس ان نوت باظت يبقى اي في نوت مش عاوز اعبط. لو اتقطع الاي في باندل يبقى الاترا شغال عادي بالاس ان نوت ودي هتشتغل بالبركنجي، وتبقى حافظ الارقام دي صم. هنجلها في الحصه القادمه باذن الله. خلاص. وبعدين في فايبر سبيشالايز فور بروباجيشن، ثلاثه برضه اللي هم اي في باندل او باندل اوف هيس، وبعدين تو باندلز، وبعدين بركنجي فايبرز. ايه وظيفتهم؟ يمشوا الكهرباء بسرعه جدا في الفنتريكلز عشان يودوا كهرباء لكل الفنتريكولار ماسل فايبرز في آن واحد وكوحده واحده، فتنقبض كوحده واحده فالانقباض يبقى قوي تو بامب ذا بلاد اجينست ذا ريزيستنس. بعد كده قلنا عندنا نقطتين، ان البلاد فيسلز بارلل ولا ان سيريز؟ عكس السيركوليشن، البلاد فيسلز بتبقى بارلل. ايه قيمتها؟ انك ممكن تزود وتنقص لاورجن اهو، لنفرض الاورجن مكانه هنا دون يعني تاثر الاورجنز الاخرى، ما عدا مين اكسبشن؟ في الليفر. خلاص. على فكره نسينا واحده في الاثنينات، ان الهارت معمول من اهي موجوده قصادنا، اختار انت
تو اناتوميكال سينسيتيا ولا تو فانكشنال سينسيتيا؟ تو فانكشنال سينسيتيا، اتريال سينسيتيا اند فنتيكولار سينسيتيا. مين الوصله الكهربائيه الوحيده بينهم؟ ده سؤال مش مهم جدا. الاي في نود مش الباندل، الاي في نود. طيب وبعدين اتكلمنا اخر نقطه ان وي هاف تو بامبس اند اكستشينجر. تو بامبس صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب موجود في كل الجسم وعارفين وظايفه، وكالسيوم اي تي بيز بامب. طب بس في حاجه اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر، وفهمتك ليه ثلاثه صوديوم في مع واحده كالسيوم بس، ان الواحده الكالسيوم تعادل 2 بوتاسيوم. ايه ميزته؟ انه بيشتغل بوث دايركشنز، يشوف الصوديوم اكتر بره يرميه جوه، اكتر جوه يرميه بره، والعكس بالعكس. ده كانت المقدمه. ثم نبتدئ السيركوليشن. يعني ممكن حضرتك تفوت الساعه دي تماما، تنساها تماما وتقول انا مقدمه عارفها من الاي جي، عارفها من الثانوي، انا عاوز ادرس سيركوليشن. نبتدي السيركوليشن يا اولاد. The heart has got four cardiac properties. The heart عنده أربعة properties. Excitability اللي هي the power to respond to an adequate stimulus. The heart بي respond to adequate stimulus إزاي؟ بحاجتين، كأنه nerve ومصل. النيرف كان بي respond بأكشن potential والمصل بالcontraction. The heart بيعمل اتنين، لما تديله adequate stimulus يستجيب بطريقتين، يطلع كهرباء اكشن تنشن زي النيرف وينقبض كما المصل. ادي اول خاصيه اللي هي الاكسيتابيلتي اللي هاخدها دلوقتي وهقفل بكده المحاضره دي. ثاني خاصيه ريذميستي، ان الهارت يقدر يضرب بانتظام. ريذميستي او اوتوماتيستي لانها اوتوماتيك لوحده. ثالث خاصيه كوندكتيفيتي، انه يقدر يمشي الكهرباء بسرعه، شفنا السيستم بحيث يكهرب كل الفنتريكول ماسل فايبر في آن واحدة كواحدة واحدة. رابع خاصية الكونتراكتيليتي، انه قابل انقباض. يبقى عنده أربع خواص الهارت، هندرس كل خاصية على حدة. والأربع خواص دول اسمع بقى الجملة دي كويس قوي، مايوجينيك يعني خاصية عضلة القلب، مايو يعني عضلة، وجينيك يعني جينريتد، جاي من كلمة يعني generated، تتولد في القلب، not neurogenic. يعني لو قطعت الأعصاب المغذية للقلب السمباثاتيك والباراسمباثاتيك، الهارت يحتفظ بالأربع خصائص دي: excitability, rhythmicity, conductivity and contractility. يبقى واضح إن الأعصاب ملهاش أي قيمة، دي هتسرع يا تبطأ، لكن الخصائص نفسها في عضلة القلب. ده سؤال MSQ. يبقى هما myogenic not نيوروجينيك، يعني ما يضعوش لو قطعت النيرف سبلاي. تدي اول خاصيه بقى وهي الاكسيتابيلتي. ما هي الاكسيتابيلتي؟ It is the power to respond to an adequate stimulus. خدناها في النيرف. اللي بقى عارف معاه نيرف كويس، اللي حضر معاه محاضرات النيرف، هيلاقي نفسه زي الفل. The power to respond to an adequate stimulus. طب الريسبونس في الهارت بيبقى بياخد كام شكل لما بتديله ادكوت ستيمولس؟ يطلع كهرباء، وده اللي هدرسه، الاكشن تنشن، وينقبض كونتراكشن. فتعالى ندرس الاكشن بوتنشال. عندنا في الهارت نوعين من الاكشن بوتنشالز. اكشن بوتنشالز خاصه بالاوردينري كاردياك ماسل فايبرز. مين هم الاوردينري؟ اللي هو الاتريال فنتريكول، يسموه نون بيس ميكر اكشن بوتنشال. يعني الاكشن بوتنشال مش بتاع البيس ميكر، لان النوع الثاني والاخير في الاكشن بوتنشال في الهارت خاص بالبيس ميكر، هو الاس اي نود والاي في نود، وهارجئه المحاضره القادمه باذن الله. يسموه فاست اكشن بوتنشال لانه بيبقى سريع، الديبولاريزيشن بتاعه سريع. يبقى ليه كام اسم الاكشن؟ عندي نوعين يوجد اهو، ثاني افتح ودانك، نوعان من الاكشن بوتنشال في الهارت. خلاص، اللي هو الاكشن بوتنشال بتاع الاوردري كاردياك ماسل فايبرز، او اسم اخر نون بيس ميكر اكشن بوتنشال. الديبولاريزيشن بتاعه بيعتمد على الصوديوم السريع، فيسموه ده فاست ريسبونس اكشن بوتنشال. لو انا وريت لك الشكل الحقيقي هتعقد في عيشتك، لكن قعدت افكر عشان خاطر تفهمه، فانا ببتدي بالشكل الاسهل اهو. ده الشكل الاسهل لانه الشكل بعد كده اصعب.
قال لك الاكشن بوتنشال بتاع الاوردينري كونتراكتايل كاردياك ماسل فايبر اللي هو النون بيس ميكر اهي مكتوبه فوق اهي نون بيس ميكر اللي هي الفاست ريسبونس اكشن بوتنشال دي كلها الاسماء بيتكون من خمسة فيزيس تعال نشوف فيز زيرو وبعدين فيز واحد اتنين تلاته اربعه يبقى زيرو واحد اتنين تلاته اربعه خد بالك في بعض الجامعات هناك في مصرنا العزيزه وهنا يبداوا بالاكشن بتنشر بتاع البيس ميكر فتلاقي بقى عمال يقول لك ايه ان يبتدي بفيز اربعه وبعدين فيز زيرو وبعدين فيز تلاته فتتلخبط عشان كده ما بعملش الطريقه الغريبه دي في الشرح اللي بيعملوها ساعات هنا وهناك انا ببتدي بالنورمال الاكشن بتنشر بتاع الاوردري فلما نوصل بتاع البيس ميكر تبقى فاهم ليه ده زيرو وليه ليه بدانا باربعه ثم زيرو ثم ثلاثه فهنا الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل بينقسم لخمسه فيزز زيرو واحد اتنين تلاته اربعه اهو زيرو واحد اتنين تلاته اربعه انا عارف ان بعضكم عاوز يسالني في واحد رافع ايده انا شايفه كويس قال لي يعني ايه حكايه زيرو واحد اتنين تلاته اربعه دي قلت له يعني ايه قال لي انا لو عندي خمس لعيبه بنمرهم 1 2 3 4 5 ليه الاوثر ده قرر انه يدي ارقام 0 1 2 3 4 ليه ما عملهمش 1 2 3 4 5 مش هم 5 فيزيس قلت له اه طب ما يسميهم 1 2 3 4 5 ليه 0 1 2 3 4 حتى ليها جاوبها اراد الاوثر ان ينبهنا لحاجه مهمه جدا ان 0 دي حاجه واحد اتنين تلاته اربعه دي حاجه تاني زيرو دي ascending limb بتمثل depolarization سببه صوديوم influx من خلال الفاست voltage gated صوديوم channel بينما واحد اتنين تلاته اربعه ده descending limb ده descending limb repolarization سببه بوتاسيوم إفلكس خروج البوتاسيوم يبقى دي أول إجابة للسؤال ليه قال لنا زيرو واحد اتنين تلاته اربعه ليه ما قالش واحد اتنين تلاته اربعه خمسه مش هما خمسه فيزيس ليه قال زيرو واحد اتنين تلاته اربعه زيرو دي أسندنج ليم ديبولاريزيشن دخول صوديوم إنما واحد اتنين تلاته اربعه دي ديسندنج ليم ريبولاريزيشن خروج بوتاسيوم أدي أول نقطة طيب تعالى بقى نتعرف اول فيز ده اللي هو اسمه رابيد ديبولاريزيشن ليه لان سببه الصوديوم الفاست لان في الاكشن بوتنشال المحاضره الجايه باذن الله هيبقى ديبولاريزيشن سببه الكالسيوم البطيء عشان كده هنسميه سلو ريسبونس اكشن بوتنشال يبقى ليه هذا الاكشن بوتنشال سموه فاست ريسبونس اكشن بوتنشال عشان ديبولاريزيشن سببه الصوديوم السريع مش الكالسيوم البطيء طيب امال ايه سبب الريبولاريزيشن قلناها معلومات قديمه ان اكتيفيشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانل واكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل عادي معلومات قديمه عارفينها كويس قوي قوي وهنا في نقطه تاني انه الراجل ده ايه ده ريستنج ممبر بوتنشال الله هو ليه يعتبر الريستنج ممبرن بوتنشال الفيز رقم أربعة في الاكشن بوتنشال احنا بناخد هو ده الاكشن بوتنشال ما بناخدش معاه الحته دي هفهمك ليه اعتبرها كده هنقولها عاوزك تتامل جليا مليا في هذا الاكشن بوتنشال كده انا متصور الفرق بينه وبين الاكشن بوتنشال بتاع النيرف حاجه واحده بس حتى انا حاطط لك باللون الاحمر وباللون الاصفر اهي البلاتو المسطح ده لو انت شلت البلاتو ده رميته تخيل كده لو عندك قدره على التخيل فيز 3 ده هيلحم في فيز 1 وهيبقى ديسندنج ليم عادي خالص هيبقى سبايك بوتنشال اسندنج وده ديسندنج لو شلت البلاتو بس طبعا احلى ما في الاكشن بوتنشال بتاع الهارت هو في البلاتو وعليه تعال نشوف بقى اسماء الخمسه فيزز يبقى اول فيز ده اللي هو فيز 0 فاهم قلت ليه 0
ده rapid depolarization سببه صوديوم influx من خلال الفاست صوديوم channel الvoltage gated صوديوم channels. طيب تاني فيز بقى اللي هو فيز واحد هنا بقى هو repolarization 1 2 3 4 هيبتدي فيه rapid small initial repolarization rapid small initial repolarization وبعدين بس وقفنا repolarization وحطينا اهم حاجة وهي مين يا ولاد البلاتو اهي نمرة 2 وبعدين تالت فيز كملنا بقى rapid large repolarization يعني الاول كانت rapid small initial في البداية وبعدين وقفنا repolarization وحطينا بلاتو وبعدين كملنا بعد كده بالrapid large repolarization وبعدين اخر حاجة اللي هي resting membrane potential وخد بالك مفيش هنا هايبر بولاريزيشن في الهارت زي الاكشن بوتنشال بتاع النيرف الماسل حتى دي هجاوبك عليه هو ليه مفيش هايبر بولاريزيشن بص معايا من فضلك ده الريستنج ممبر بوتنشال وده الفايرنج ليفل الهايبر بولاريزيشن بيبعدني عن الفايرنج ليفل الهارت ده 70 مره بيطلع اكشن بوتنشال لازم في 70 مره في الدقيقه يطلع يوصل فايرنج ليفل ليه ابعد عن الفايرنج ليفل ليه الريستنج ممبر بوتنشال يبعد ليه يبقى في هايبر بولاريزيشن نصعبها على روحنا ليه عشان كده ربنا في الهارت اللي هو هيوصل فايرنج ليفل اكشن بوتنش فايرنج ليفل اكشن بوتنش فايرنج ليفل اكشن بوتنش عمره ما بعد عن الريستنج ممبرين ما عملش هايبر بولاريزيشن لان ده هيصعب الوصول للفايرنج ليفل ذير از نو هايبر بولاريزيشن يبقى الاكشن بوتنشال تاني يا اولاد المعلومات اثرت بدون الطريقه دي عمرك ما هتفهم الاكشن بوتنشال بتاع الهارت ان انا لم اخلط القديم مع الجديد القديم حطيته في صفحة لوحدها وباللون الاسود كلها معلومات قديمة ايه سبب الفيز زيرو اللي هو الاسندنج ليم اللي هو الديبولاريزيشن صوديوم انفلاكس من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانل اللي هي فاست طب ايه سبب الريبولاريزيشن حاجتين اوعى تقول بوتاسيوم انفلاكس الاول توقف صوديوم ان اكتيفيشن في صوديوم شانل وبعدين نعمل بوتاسيوم اي فلوكس المعلومات كلها قديمه عارفينها طب ايه سبب الريستنج ممبر بوتنشال قلناها مليون مره سيلكتيف بيرميابيلتي ثم سيلكتيف بيرميابيلتي ثم سيلكتيف بيرميابيلتي ان الممبرين سيلكت البوتاسيوم بيفوتوا قد الصوديوم 20 الى 100 مره من خلال الانورز اكتيفاين بوتاسيوم شان معلومات قديمه وتاني سبب الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو مسؤول عن من 90 على 4 ملي فولت بس ودرسنا في النير ما تقعدش تضيع وقتك تاني الايكوليبريم بوتنشال فور بوتاسيوم زائد 94 بينما الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم ناقص 61 ده يدل على ان البولاريز تيب مين مسؤول اساسي عنه هو البوتاسيوم معلومات قديمه تاني اقولها لك تاني عشان لما هوريك الاكشن بوتنشال الحقيقه هتتخض فانت الاول خد بالك من اللون الاسود ولا معلومه مش عارفها حتى الجداد حطيتهم لك باللون الاصفر اهو انه الجديد عندنا ان هنا في بلاتو قسم ريبولاريزيشن لرابيد سمول انيشال بارت و رابيد لارج بارت ده البلاتو ال ال الارقام هي هي شباب كانت هنا ناقص 90 الريستنج ممبر بوتنشال الفايرنج ليفل على ناقص 65 خدناها البلاتو عند الزيرو عند الايزو بوتنشال دي لازم تبقى عارفها البلاتو ده عند الزيرو ووصلنا هنا لزائد 20 وفي رقم هنا عاوزك تاخد بالك منه اللي هو علي بابا وال40 حرامي عند ناقص 40 دي هنجيلها بعد شويه عدهم لي تاني من فضلك ما سبب الديبولاريزيشن في النيرف صوديوم انفلاكس عن طريق فاست فولتج جيتد صوديوم شانل طب ايه سبب الريبولاريزيشن حاجتين الاول توقف الديبولاريزيشن يبقى ان اكتيفيشن اوف صوديوم شانل ثم اكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل بوتاسيوم اي فلوكس طب ايه سبب الريستنج ممبر بوتنشال حاجتين سيلكتيف بريميابيلتي ثم سيلكتيف بريميابيلتي ثم سيلكتيف بريميابيلتي باسيف ومسؤوله عن 86 ملي فولت من 90 طب وتاني سبب صوديوم بوتاسيوم بامب اكتيف مسؤول عن 4 طب مين اللي قال لنا ان البوتاسيوم هو المهم نيرنست ايكويشن لما حسب الايكوليبريم بوتنشال بتاعت البوتاسيوم طلعت قريبه جدا لريستنج ممبر بوتنشال اللي هو ناقص 90 طلعت
ناقص 94 ميلي فولت. خلاص. بينما الإكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم كان بيطلع 61. معلش أنا آسف مكتوبة خطأ، احنا هنصلحها. دي ناقص 94 ودي زائد 61. يبقى دي كلها معلومات ايه يا اولاد؟ قديم معروف. طيب اتفرج بقى على المنظر اللي هو هيعقدك ده بقى. لو كنت انا عرضته من الاول، ده بقى شكل الاكشن بوتنشال حقيقي بالايونيك بيزس بتاعته. واحد يقول لي انت عملت ايه؟ قلت له عملت عمله رائعه، فصلت القديم باللون الاسود عن الجديد باللون الاحمر. بس ادي كل اللي انا عملته. تعالى بقى ناخد واحده واحده وعد معايا المعلومات الجديده، يعني تبقى عارف فين المعلومات الجديده. قلنا الاول الاكشن بوت الاشهر اكشن بوتنشال بتاع الاوردينري كونتراكتايل ماسل فايبر اللي هو اترال وفنتريكولار، اللي هو النون بيس ميكر، اللي هو مش بيس ميكر، اللي هو فاست عشان الصوديوم. ده كان فيزيس 5 المفروض نسميهم 1 2 3 4 5. الراجل سماهم ايه؟ قولهم لي تاني. 0 1 2 3 4، لان 0 ده ديبولاريزيشن اسندنج صوديوم، 1 2 3 4 ده ريبولاريزيشن ديسندنج بوتاسيوم. فاول فيز اللي هو الديبولاريزيشن فيز 0 سببه صوديوم انفلكس من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانل. معلومه قديمه في النيرف، اديك خدت 20% من النمره، معلومه قديمه. طيب نيجي بقى فيز واحد اللي هو ريبولاريزيشن، اللي هو بنسميه ايه قلنا بقى؟ اللي هو انيشال رابيد سمول ريبولاريزيشن. انيشال ابتدينا لكن حته صغيره سمول، ورابيد ريبولاريزيشن سببه ايه؟ المعلومات القديمه بتقول ان اي ريبولاريزيشن سببه ان اكتيفيشن صوديوم باللون الاسود واكتيفيشن اوف بوتاسيوم. خلاص يبقى منعنا دخول الصوديوم وعملنا بوتاسيوم انفلكس. فين المعلومه الجديده بقى باللون الاحمر؟ ان فيه عشان نسرع العمليه فيه كلورايد انفلكس. كلورايد انفلكس يبقى بنخرج بره بوزيتيف وندخل نيجاتيف عشان تبقى العمليه اسرع. يبقى تو فيزز زودنا فيهم في ثاني فيز اللي هي الكلورايد بس. نيجي بقى فيز 2 اللي هو البلاتو اللي هو عليه كل النمره، لان لولا هذا البلاتو كان الاكشن بوتنشال بتاع الهارت بقى زي بتاع النيرف بالظبط. نفكر بهدوء. بلاتو ده ايه يا اولاد؟ ده لا احنا اسندنج ديبولاريزيشن ولا احنا ديسندنج ريبولاريزيشن، حصل بلاتو مسطح. يبقى 100% الطالب ذكي. يبقى البلاتو ده 100% ليه حصل بلاتو؟ ان حصل بالانس ما بين قوى ديبولاريزيشن وقوى ريبولاريزيشن، فلا احنا طالعين ولا احنا نازلين، ثبتنا عند مستوى معين بلاتو. يبقى اهم كلمه في البلاتو ان البلاتو ده سببه بالانس ما بين قوتين، الريبولاريزيشن هو خروج البوتاسيوم والديبولاريزيشن. انا نفسي اقول صوديوم، لا هنا كالسيوم. طالب قال لي طب من فضلك هو ليه هنا البالانس ما حصلش ما بين البوتاسيوم والصوديوم، حصل ما بين البوتاسيوم والكالسيوم؟ اقول لك ليه. لسببين، مركز معايا. البوتاسيوم بطيء والصوديوم سريع، ما تقدرش تبالانس حاجه بطيئه اللي هي البوتاسيوم بحاجه سريعه اللي هي الصوديوم، فعشان كده تم استبدال الكالسيوم البطيء عشان يبالانس مع البوتاسيوم البطيء. ده السبب الاول. واحد يقول لي بس انت قلت فيه سببين. السبب الاهم انه الكالسيوم ده بقى هنستغله استغلال اخر، ان احنا قلنا ان انقباض القلب بيحتاج لكالسيوم من بره وكالسيوم من جوه، فالكالسيوم ده هنستخدمه في الانقباض، يعني هيبالانس البوتاسيوم البطيء مع البطيء، والكالسيوم ده هيفيدنا في الانقباض. الكالسيوم شانلز في الهارت نوعان، في لونج لاستنج يعني بتقعد فاتحه فتره طويله يسموها ال تايب، ونوع تاني نجيله المحاضره القادمه باذن الله
اسمه ترانزينت تي تي تايب يعني اشتغل فتره قصيره. الاهم هو اللونج لاستنج لانها اوسع من الترانزينت، خمس مرات كميتها قد الترانزينت. كل الادويه اللي بنستخدمها في القلب لما بنقول بنشتغل على الكالسيوم شانل بنشتغل على اللونج لاستنج. وقلت لكم الحته دي خدناها في السموس ماسل، ان احنا بنعتمد على الكالسيوم اللي جاي من بره في البلاتو في البالانس، والكالسيوم اللي جوه من الساركوبلازمك تيكل. لكن عشان الاثنين يشتغلوا ان هارموني مع بعض، اما حكيت لكم قصه الهورس والكارج العربيه والحصينه، صفين الحصينه اللي بيجروا العربيه لازم يبقوا مع بعض. فربنا خلى الكالسيوم اللي جاي من بره هو اللي يطلع الكالسيوم اللي من جوه، في ظاهره اسمها كالسيوم انديوسد كالسيوم ريليس. يعني الكالسيوم بتاع الاكسترسيلر هينديوس يعني هيعمل كالسيوم ريليس من الساركوبلازميك ريتيكولم فيطلعوا مع بعض فيحصل انقباض. العضله الوحيده اللي في جسمك اللي بتعتمد على الكالسيوم بنوعيه اللي بره واللي جوه هي عضله القلب، لانها العضله اللي بتنقبض من المهدي الى اللحم، عاوزه كميات رهيبه من الكالسيوم. طيب احنا اهم حاجه في هذا الاكشن بوتنشال قلنا هي مين يا اولاد؟ البلاتو. انت لو شلت البلاتو بقى اكشن بوتنشال عادي. يبقى ايه اللي عمله البلاتو ده؟ بص الاكشن بوتنشال بقولها حتى بجمله جميله، أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال بأن جعل بلاتو. يعني البلاتو ده طول الأكشن بوتنشال. ليه؟ هنسألك. يبقى هو برونج. إيه الميزة إن نطول الأكشن بوتنشال؟ هتقول لي مستين. برونج الكونتراكشن، لأن طول ما في بلاتو في كالسيوم داخل في انقباض. ما هو الكالسيوم اللي بيعمل انقباض يبقى برونج الكونتراكشن. وخد بالك خد بالك. السكيلتال ماسل سريعه جدا، انما عضله القلب الكونتراكشن بتاعها نسبيا بطيء عشان يضخ الدم اجينست ريزيستنس، يعني مده الانقباض نسبيا طويله. فالبلاتو ده طول الاكشن بوتنشال. ليه؟ عشان يطول الكونتراكشن، لان طول ما في بلاتو في كالسيوم داخل في انقباض تو برونج الكونتراكشن. الاهم انه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود بتعتمد على الاكشن بوتنشال. فاكر الابسولوت فاكتور بيريود كانت بتاخد الاسندنج وحته في الديسندنج. فتاني حاجه ان البلاتو ده لما طول الاكشن بوتنشال طول الابسولوت فاكتور بيريود، بحيث طول ما الهارت في حاله انقباض لا يستجيب لاي مؤثر اخر، لان هو في ابسولوت فاكتور بيريود ما يعملش انقباض على انقباض، لانه لو عمل انقباض على انقباض انقباض على انقباض يعني تترس نموت فورا. انما الهارت وهو بينقبض لما تديله ستيمولس ما يستجيبش ليك، لان الاكشن بوتنشال طويل طول الابسولوت ريفاكتور بيريود، بحيث طول ما هو بينقبض لا يستجيب في ابسولوت ريفاكتور بيريود، فما يعملش انقباض على انقباض، فلا يمكن يحصل تيتانس. يبقى اهم حاجه في هذا الاكشن بوتنشال هو البلاتو. اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال ليطيل في شيئين، في الكونتراكشن لان انقباض القلب بياخد مده طويله لانه بيضخ الدم اجينست ريزيستنس، ونمره اثنين عشان يطول الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، طول ما الهارت بينقبض فتره عدم استجابه مطلق ما يعملش انقباض على انقباض فما يحصلش تيتانس. ده ليه؟ طيب كلمني شويه على ال L تايب كالسيوم شانل اللي هو مهم جدا. الال تايب كالسيوم شانل دي بتبقى اكتيفيتد في فيز واحد عن ناقص 40. قلت لك احفظ الرقم ده جديد. البلاتو ده عند الزيرو بوتنشال اهو، انما الكالسيوم شانل دي بدات تبقى اكتيفيتد عند كام؟ علي بابا ولا 40 حرامي عن ناقص 40، وبقت فولي اكتيف في فيز 2 تمام، وبعدين توقف في اخر فيز 2 لان عايزين نعمل ريلاكسيشن. طب بس مش هنعمل ريلاكسيشن وفي كالسيوم جوه، ما تخافش هنعمل عندنا في نهايه البلاتو. فاكر كنا قلناها كالسيوم صوديوم اكتشينج، هنا في كالسيوم كتير جوه والاكتشينجر ده بيشتغل بوست دايركشنز، فيروح رامي الكالسيوم بره ومدخل الصوديوم، رمى الكالسيوم بره فيحصل ريلاكسيشن. عشان كده السيستول بينتهي مع البلاتو، البلاتو بيدخل فيه الكالسيوم ويخلص دخول الكالسيوم، وبالعكس نطرد الكالسيوم في نهايه البلاتو بال صوديوم كالسيوم اكتشينجر. ما تقولش كالسيوم صوديوم اكتشينجر، لان الصوديوم اكتر 3 صوديوم مقابل 1 بوتاسيوم، بيسموها صوديوم كالسيوم اكتشينجر.
يبقى البلاتو ده ايه اللي استجد علينا فيه؟ حاجتين، انه اولا ده جديد نوفي من الاول. بلاتو يبقى بالانس ما بين قوى الريبولاريزيشن القديمه اللي عارفينها البوتاسيوم، كان مفروض تبقى مع مين؟ مع الصوديوم، تم استبداله بكالسيوم لسببين، بطيء مع بطيء. دي نمره واحد. الاهم ان هذا الكالسيوم محتاجينه في الكونتراكشن. طب تاني حاجه، ما يخلص البلاتو يخلص ستول، نطلع هذا الكالسيوم بال صوديوم كالسيوم اتشينجر. طيب فيس 3 بقى اللي هو لارج رابيد ريبولاريزيشن، لارج رابيد ريبولاريزيشن، هنا البالانس ما بين بين وبين، بص ما بين الكالسيوم اللي داخل عن طريق اللونج لاستنج ال تايب كالسيوم شانل والبوتاسيوم، اول مره نسمع الحكايه دي، اللي بيخرج عن طريق شانل اسم على مسمى اسمها ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. ديلي يعني تتاخر، ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. فاللي حصل ان الكالسيوم شانل بقت ان اكتيفيتد باي تايم، ال تايب ده وقف باي تايم، ومين اللي لسه مش لسه ما قفلش؟ البوتاسيوم. حتى اسمها ليه ما ليه ما ليه مش ان اكتيفيتد؟ لانها بتتاخر، ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. فبقت البوتاسيوم لوحده اكتيف لانها متاخر، والكالسيوم خلاص ان اكتف، فتروح سحبانه بقى على تحت كده، ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم، تعمل لي الثيرد فيز اللي هو اللارج ريبولاريزيشن. بس عندها نداله غير مسبوقه، عند ناقص 40 قفلت. يا نهار ابيض، طب مين هياخدنا بقى لناقص 90 تحت؟ تعال ندور بسرعه. في بوتاسيوم شانل نون جيتد مفتوح على طول بتطلع بوتاسيوم، خدناها في النيرف اللي هي الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. يبقى الثيرد فيز ده سببه البوتاسيوم، بس مره من خلال الديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل لحد 40 ناقص 40، ومن ناقص 40 هنكمل بال انورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. طب هل الانورز ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل هتقفل هنا؟ لا، دي نون جيتد، هتكمل معايا في الريستنج ميمبرين بوتنشال. والاول مره تفهم ليه الاوثر اعتبر الريستنج ميمبرين بوتنشال ضمن الفيزس اوف اكشن بوتنشال، لانه الانور ريكتيفاينج عملت الجزء الاخير في ريبولاريزيشن وما بتقفلش، كملت معايا بالريستنج ميمبرين بوتنشال لانها مسؤوله عن الريستنج ميمبرين بوتنشال، فتم اعتبار الريستنج ميمبرين بوتنشال الفيز 4. حقيقة الأمر هو خامس فيز، بس هو رقم 4، أنت فاهم ليه؟ عشان 0 1 2 3 4 في الأكشن بوتنشال بتاع الهارت. وطبعا هتقول سببه إيه بقى هنا؟ قلناه السيلكتيف بيرميابيليتي والصوديوم بوتاسيوم بامب، وتقول إن الإيكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ناقص 94، لأن البوتاسيوم هو الأهم، والدليل اللي هو نيردست إيكويجن، الإيكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم زائد 61. انا ما بجربش الشرح يا اولاد هنا، برغم ان انا عارف انك ممكن تسمع الفيديو، I will assure you عندي طريقه هتطلع عارف واحد من اعقد الاكشن بوتنشال. هي دي الصفحه الاخيره عشان تبقى عارف هنقفل بيها، فركز معايا. تاني، انت عرفت احنا ازاي هذا الكم الرهيب من معلومات سهلناه في فيز 1 مرحلة بسيطة، يعني ان احنا عملنا لونين، اللون الاسود معلومات قديمة، اللون الاحمر معلومات حديثة، وفي الاخر هنعدهم مع بعض، وانت في ثالث مرة هتعدهم معايا. الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل هو اعقد اكشن بوتنشال في الجسم، بتاع الاوردينري كونتراكتايل ماسل فايبر، هو النون بيس ميكر، هو الفاست عشان الصوديوم. كام فيز يا اولاد؟ 5 فيز. أنا أقول وأنت تجاوب منك ومن نفسك. الأوثر كان المفروض يقول 1 2 3 4 5، لا هو قال 0 1 2 3 4. ليه؟ أنتوا بس اللي فاهمين. عشان يقول لي إن 0 ده حاجة، ده أسندنج لين ديبولاريزيشن، دخول صوديوم، صوديوم إنفلكس من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانل. بينما 1 2 3 4 ده ديسندنج لين ريبولاريزيشن بوتاسيوم ام افلكس. فاحنا خلصنا فيز 0، ده قديم ما فيهوش ولا معلومه جديده. ادي كام؟ احسب معايا، حط ورقه جنبيك، قول انا خدت كده 20% من السؤال.
نيجي فيز 1 بدأنا الريبولايزيشن وتوقفنا عند الزيرو بوتنشال ما كملناش، عشان كده اقول لك سمول انيشال رابيد ريبولايزيشن. طب في المعلومات القديمه اي ريبولايزيشن سببها ايه؟ طالب قال لي انت قلت لنا في محاضرات النيرف سببين، نوقف الدي ونبتدي الري، نعمل ان اكتيفيشن صوديوم شانل ثم ان اكتيفيشن صوديوم شانل ثم ان اكتيفيشن صوديوم شانل ثم اكتيفيشن بوتاسيوم شانل. طب في المعلومه الجديده بقى عشان نسرعها، مش بس بنخرج بوتاسيوم بوزيتيف جوه، بندخل كلورايد نيجاتيف بره، بندخل كمان كلورايد نيجاتيف جوه، يعني بوتاسيوم بوزيتيف يخرج بره وندخل كلورايد، يبقى بقى في فورس ثالثه زياده عن النيرف، يبقى ان اكتيفيشن الصوديوم في النيرف واكتيفيشن بوتاسيوم هنا وكلورايد انفلكس. كده خدنا 40% يا اولاد. ندخل على البلاتو، نفكر بذكاء، بلاتو لا احنا طالعين ولا احنا نازلين، يبقى طالب يقول لي بس يبقى حصل بالانس ما بين قوة الريبولايزيشن وهي البوتاسيوم وقوة الديبولايزيشن ونفسه الطالب يقول اللي هي الصوديوم. اشتري بس ستوب، مش الصوديوم. حصل بالانس ما بين البوتاسيوم والكالسيوم. قال لي ليه؟ قلت له سببين. ما اقدرش ابالانس البوتاسيوم البطيء مع الصوديوم السريع. الصوديوم ده فاست، يبقى لازم مع حاجه بطيئه زيه اللي هي الكالسيوم. السبب الاهم لما اتنين ان انا محتاج كالسيوم مش بس من جوه لانقباض القلب ومن بره كمان، فيبقى نضرب عصفورين بحجر واحد، نبالانس حاجه بطيئه مع بطيئه وناخد الكالسيوم ده نعمل بيه انقباض. فالبالانس ما بين البوتاسيوم والكالسيوم. كالسيوم انهي تشانل الاهم؟ الكالسيوم عنده تو تشانلز، لونج لاستنج هي الاوسع وهي الاكثر خمس مرات قد الترانزيان وهي الاهم بالنسبه للادويه. اللونج لاستنج. وبعدين احكي لي عن التشانل دي. التشانل دي بتبقى اكتيفيتد عند رقم، شوف رقم 40 ده مهم جدا، ده اللي بتبقى اكتيفيتد عنده الكالسيوم والبوتاسيوم هيبقى ان اكتيفيتد عنده، عشان كده قلت رقم جديد مهم قوي. بتبقى اكتيفيتد عند ماينس 40 في فيز 1، فولي اكتف في فيز 2، وفي النهايه تبقى ان اكتف. ثلاث كلمات اهم تحت، ستارتس عند فيز 0 في ناقص 40، فولي اكتف في فيز 2، ان اكتيفيتد ات ذا اند اوف فيز 2. يبقى ده الكالسيوم. ال تايب. طب والبوتاسيوم شانل جديده، جديده نوفي، مش الانورز ريكتيفاين، اسمها ديلايد ريكتيفاين. بوتاسيوم شانل عشان الكالسيوم هيبقى ان اكتيفيتد وهو هيكمل عشان يعمل ريبولاريزيشن. تمام؟ فاسمها ديلايد ريكتيفاين. طب والكالسيوم اللي دخل ده يعمل انقباض. بنهايه البلاتو مش عاوز انقباض، خلاص عاوز اعمل ريلاكسيشن. نطلعه يا سيدي. نطلعه بايه؟ بالاكتشينجر اللي اسمه ايه؟ صوديوم كالسيوم اكتشينجر. هنا الكالسيوم كتير جوه يبقى هيشتغل بالعكس، ما هو بوت دايركشن، طلع الكالسيوم ودخل صوديوم في نهايه البلاتو. يبقى هنا اضفنا في البلاتو ده كله جديد في جديد. بالانس ما بين بوتاسيوم وكالسيوم. كالسيوم من خلال انهي تشانل؟ ال تايب. اكتيفيتد عند 40، فولي اكتف في البلاتو، توقف في نهايه البلاتو كفايه كده كونتراكشن. اما الديلايد ريكتيفاينج بتقعد هتقفل عند ناقص 40. طب في البلاتو لازم تعقب تعقيبين. ما هو البلاتو؟ بص كده الاكشن تنشن دقق زي ما انا مدقق كده. ايه ده؟ ده البلاتو ده طول الاكشن تنشن، اطال الله في عمر الاكشن تنشن، برونجز الاكشن تنشن. ليه؟ ليطيل من شيئين، يبرونج الكونتراكشن لان انقباض القلب بياخد وقت طويل، ويبرونج الابسوليوت ريفراكتوري بيريود. طول ما الهارت في حاله انقباض وهو في حاله ابسوليوت ريفراكتوري بيريود ما يستجيبش لاي مؤثر اخر، ما يعملش انقباض على انقباض، يبقى نو تيتنس. عشان كده الاتريا والفنتيكو ماسل فايبر عندها اطول ابسولوت ريفاكتوري بيريود، مفيش تترس. ده فيز 3 اللي هو فيز 2 في الارقام، ما احنا قلنا 0 1 2 2 ده بتاع البلاتو، ده اهم واحد ومدته 200 ملي سكند. فاكر السبايك كان بياخد في 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 السكريتال في النيرف 2 ملي سكند، وفي السكيت الباص 2 ل 5 ده 200 ملي سكند ويمكن اكتر، توصل 300 في الفنتك. نيجي فيس 3، ده بوتاسيوم افلكس، ده القديم. طب فين الجديد؟ في تو تايبس، في نوعين من التشانلز.
delayed rectifying potassium channel. ان الكالسيوم inactivated by time. افتح ودنك. قفل عينيك البلاتو بيقفل لوحده بالتايم. وده اتاخر delayed. فراح ساحبني على تحت عمل لي الثيرد فيز اللي هو الرابيد لارج ريبولاريزيشن. يبقى ده حاجه. طيب وتاني نقطه جديده انه نداله ان عند ناقص 40 اللي هو الرقم اللي قلت لك عليه بابا ولا 40 حرامي افتكره بيبتدي عنده الكالسيوم وبيقف عنده البوتاسيوم هنا. راح سايبني وماشي. انهار ابيض. طب مين هيكمل لي ريبولاريزيشن؟ ما تخافش في بوتاسيوم شانل لان جيتد فاتحه على طول انت عارفها اسمها الانور ريكتيفاينج هتكمل معاك. طب يا اخي هي كملت معاك وبتكمل بعد كده ريستي ممبر بوتنشال. ما تبقاش نادل انت بقى ما توقفش حساب الاكشن بوتنشال هنا. هي هل عملت لك الحته دي وقفلت؟ ما بتقفلش. امال كملت ايه؟ عملت الريستي ممبر بوتنشال. عشان كده اعتبروا الريستي ممبر بوتنشال الفيز رقم 4 في الاكشن بوتنشال. واللي هو سببه ايه اساسا؟ تقول الكلام اللي انت حافظه في النيرف سيلكتيف بيرميابيلتي عارفينها ناقص 86 وباسيف صوديوم بوتاسيوم بامب ناقص 4 واكتيف. مين الاهم؟ البوتاسيوم. ليه؟ لان الايكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم قريب من ناقص 90 اهي ناقص 90 اللي هو ناقص 94 بينما الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم زائد 61 ملي فولت. ليه سموا الاكشن بوتنشال ده فاست ريسبونس اكشن بوتنشال؟ عشان سبب الصوديوم. هذا هو اصعب موضوع في السيركوليشن. ما عندناش حاجه اصعب من كده. مره ثالثه انا عارف ان معاك الفيديو ممكن تعيده بس معلش معانا هنعيده مع بعض. نظري مهم واسال في ده ضرت هذه المحاضره. تاني يا اولاد عد بقى على صابعك معلومه معلومه مش عاوزك تتوه مني. هذا الاكشن بوتنشال له ثلاث عناوين كسؤال نظري. واحد الاكشن بوتنشال اوف اوردينري كاردياك ماسل فايبرز اللي هو الاتريا اور فنتكل ده طريقه. او ثاني طريقه النون بيس ميكر لان المحاضره الجايه هناخد البيس ميكر اس ال والابينود. ويتميز ان الديبولاريزيشن بتاعه بسبب الصوديوم السريع فسموه فاست ريسبونس اكشن بوتنشال. ده العناوين. طب الاجابه اصعب اكشن بوتنشال في الجسم اصعب محاضره. هاو ماني فيزز؟ قول انت. خمسه فيزز. طب المفروض نعملها ايه؟ 1 2 3 4 5. الاوثر كتبها ازاي؟ 0 1 2 3 4. ليه؟ عشان يقول لي ان 0 دي حاجه دي اسندنج ليم دي بولاريزيشن دخول صوديوم صوديوم انفلكس. انما 1 2 3 4 ده ديسندنج ليم ده ريبولاريزيشن ده بوتاسيوم افلكس. يبقى فهمناها دي. يلا عد معايا بقى عاوزين نلم السؤال من 10. كل فيز عليها نمرتين. اول نمرتين دي معلومات قديمه. الديبولاريزيشن طول عمره سببه ايه؟ صوديوم انفلكس من خلال الفاست فولتج جيتد صوديوم شانل. يلا احسب لروحك نمرتين اهم. يبتدي بقى 1 2 3 4 ده ريبولاريزيشن. يبقى واحد ده حتى اسمه ايه؟ بص معايا اوصف اللي انت شايفه ده سمول انيشال رابيد ريبولاريزيشن. سمول انيشال رابيد ريبولاريزيشن. ايه سبب ريبولاريزيشن؟ هات المعلومات القديمه هات نمر من هناك من النير. انت قلت لنا ان ريبولاريزيشن الاول توقف كور الديبولاريزيشن. اوعى تبتدي بالتست تقول ان اكتيفيشن الصوديوم عربيه ماشيه لقدام عاوزه تجيب لورا الاول تفرمل توقف وبعدين تبتدي لورا. يبقى نوقف الصوديوم ان اكتيفيشن اوف صوديوم ان اكتيفيشن اوف صوديوم ان اكتيفيشن اوف فولتج جيتد صوديوم شانلز ثم اكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل. بس اول مره يظهر اللون الاحمر عشان نسرعها اكتر. مش بس نخرج بوتاسيوم بوزيتيف لبره ندخل كلورايد نيجاتيف. يبقى العمليه تمشي اسرع. يبقى كلورايد ان فلكس كده خدنا احسب 40%. معظم النمره بقى على ايه؟ مين الجديد؟ البلاتو. انا قلت لك لو عندك قوه تخيل وشلت البلاتو ده دي هتيجي بعد دي يبقى سبايك عادي خالص. طالب ذكي قال لي سيبني انا اقولها لك. بلاتو دي احنا طالعين دي بولاريزيشن واحنا نازلين ري بولاريزيشن. تساوت قوى الصعود مع قوى الهبوط. يبقى فين اهم كلمه؟ افتح ودانك. بالانس ما بين الريبولاريزيشن اللي هو خروج البوتاسيوم
والديبولاريزيشن نفسي اقول بس ما تقولش كان نفسك تقول ايه صوديوم لا هنقول بدلها كالسيوم ليه لسببين لان ما اقدرش ابالانس الكالسيوم البطيء مع صوديوم سريع يبقى ده بطيء لازم مع حاجه بطيئه مع كالسيوم السبب الاهم ان عضله القلب التي تنقبض من المهد الى اللحد لا تعتمد على الكالسيوم فقط بتاع الساركوبلازميك ريتيكولم لكن بتاخد في البلاتو الكالسيوم بتاع الاكسترا سيلر وعشان يبقى فيه تناغم ربنا خلى اللي جاي من بره هو اللي يطلع اللي من جوه عشان يطلعوا مع بعض في وقت واحد ظاهرة اسمها كالسيوم انديوزد كالسيوم ريليس الكالسيوم اللي بره ينديوس ريليس للكالسيوم اللي جوه طيب هنا بقى كلها جديد في جديد ان تقول لي الكالسيوم تشانل دي اول مره تسمع عنها دي النوع الاهم اسمه لونج لاستنج ال تايب قول لي امتى بتشتغل بتبتدي عند ناقص 40 في فيز 0 وتبقى فولي اكتف في المكان اللي احنا عاوزينه في البلاتو وتبقى ان اكتيفيتد في نهايه البلاتو في اللي هو فيز 2 طيب اما البوتاسيوم نوع جديد نوع في اب بوتاسيوم بس اسمه ديليد شوف القصد عشان دي تقفل هو يكمل الريبوزيشن فاسمها ديليد ريكتيفاينج بوتاسيوم تشانل تمام طب يبقى البلاتو ده اهم حاجه في هذا الاكشن بوتنشال اللي هو يبص للشكل اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال ليه هنسالك يبقى ده بيبرونج الاكشن بوتنشال ليه لسببين في الشفه وتقول لي عشان يبرونج طول ما في بلاتو في كالسيوم داخل في كونتراكشن يبرونج الكونتراكشن اكشن بوتنشال طويل يبقى ابسولوت افكت بيريد طويله يبقى طول ما الهارت في حاله انقباض في حاله ابسولوت افكت بيريد لا يستجيب لمؤثر فوق مؤثر يبقى ديس بريفنت تيتانس تمام تبقى عارف طب خلصت البلاتو خلصت كونتراكشن يبقى في نهايه البلاتو في التيرمينال بارت اوف بلاتو لازم نطلع الكالسيوم عشان نعمل ريلاكسيشن نطلعه ازاي افتكر هتقولها صح صوديوم كالسيوم اكشينجر اوعى تقولها كالسيوم صوديوم اكشينجر لان ثلاثه صوديوم مقابلهم واحده كالسيوم صوديوم كالسيوم اكشينجر هنا الكالسيوم كتير جوه يبقى بتشتغل ترمي الكالسيوم بره اللي طلع فيحصل ريلاكسيشن نيجي فيس 3 الاسم رائع الكالسيوم شانل اللونج تايب دي ان اكتيفيتد باي تايم بتقفل باي تايم في نهايه البلاتو اكشوال هي لما بتقفل البلاتو بيخلص مين اللي متاخر هي اسم على مسمى ديلي ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل يبقى دي قفلت والبوتاسيوم ما قفلش يروح ساحبني على تحت يبتدي بقى الثيرد فيز اللي هو الرابيد لارج ريبولاريزيشن delayed rectifying potassium channel بس طلع ندل عند ناقص 40 قفل يعني الكالسيوم اوعى تنسى بيبقى اكتيفيتد عند ناقص 40 ده بيقفل عند ناقص 40 يا نهار طب لسه انا ما وصلتش ما نزلتش للمستوى بتاعي شوف النداله ما تخافش بوتاسيوم شانل تاني هتكمل معاك يبقى فيس 3 ده في 2 بوتاسيوم شانلز هنكمل باللي عارفينها صاحبتنا حبيبتنا الانورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل بس زي ما هي كانت جدعه معانا احنا نبقى جدعان معاها هي خدتني الناقص 90 ما سابتنيش وكملت الريستنج ممبر بوتنشال يبقى انا كمان ما سيبهاش عشان كده الاسر اعتبر الريستنج ممبر بوتنشال لاول مره هو فيز 4 في الاكشن بوتنشال لان الانورد ديفاينج ما بتقفش هنا بتكمل يبقى ابتديت بيها هنا وبتكمل يبقى احط ده تبع الاكشن بوتنشال ويلاحظ انه لا يوجد هايبر بولاريزيشن لان هايبر يعني هبعد عن الفايرنج ليفل فعضله بتنقبض من 70 ل 75 في الدقيقه يعني بتوصل الفايرنج ليفل 70 ل 75 في الدقيقه ما يصحش تبعد على الفايرنج ليفل اللي انت هترجع له 75 مره في الدقيقه there is no hyperpolarization ايه سبب الريستنج ممبر بوتنشال تكتب عناوين بس سيلكتيف بيرميابيلتي سوديوم بوتاسيوم بامب ناقص 86 وباسيف هنا ناقص 4 ملي فولت واكتف وتقول ليه البوتاسيوم هو الاهم لان نيرنست قال الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم هي القريبه من البولرايز ستيت ناقص 94 بينما الصوديوم زائد 61 يبقى مش عايدها تاني بس هقول حاجه صغيره قوي
يبقى يبدو لو انا كنت فرجتك المنظر ده عشان كده انا يعني اشفقت عليك الاول وريت لك المنظر ده اللي هو اوريدي عقد بس كلها معلومات قديمه اهي كلها بلون اسود كلها حاجات خدناها انه في الزيرو ascending depolarization sodium 1 2 3 4 descending depolarization potassium وهنا selective permeability potassium برضو عارفينها بس تكتب بقى selective permeability sodium potassium pump عشان ما اخضكش قلت لك خد بالك بقى فين الجديد المرة دي بقى مش هقول القديم والجديد هقول الجديد بس phase 0 depolarization كلام معروف فيز واحد توقف الصوديوم وتشغل البوتاسيوم ايه الجديد نمره واحد عد معايا اول معلومه جديده كلورايد انفلوكس يبقى حلوه يبقى فيز واحد في واحد معلومه جديده طب في فيز اتنين في معلومتين بلاتو بالانس ما بين بوتاسيوم ريبولاريزيشن ما تحط الصوديوم بطيء هاتله بطيء مع كالسيوم وتشرح الشانل دي اسمها لونج لاستنج ودي اسمها هتقفل دي ودي تكمل تتاخر وراها عشان تكمل لي يبقى اسمها ديليد ريكتيفاينج يبقى فيز اتنين معلومتين جداد اهم دي اكشلي مش جديده قوي البوتاسيوم ده طول عمره في الديسندنج لين بوتاسيوم فين الجديده ان الكالسيوم دخل باللونج لاستنج وفي اثناء البلاتو عمل كونتراكشن وفي نهايه البلاتو خرج بال صوديوم كالسيوم اكتشينج يبقى معلومه في نمره واحد ومعلومتين في نمره اثنين في نمره ثلاثه اكشلي انه الديليد كملت معايا بس اتندت عن ناقص 40 وكملت بقى القديمه اللي هي الانورز ريكتفاين يبقى كل اللي هتقوله ان بقى في تو تايبس اوف شانل ساهمه في نمره ثلاثه بدات بالديليد ريكتيفاين بوتاسيوم شانل اللي كانت داخله في البلاتو ما رضتش تقفل وكملت عشان تعمل الريبولايزيشن واتندلت عند ناقص 40 سابتني مين يسترها ويعمر بيتها خدتني الانورد ريكتيفاين طب هي خدتني ما سابتنيش وصلتني للريستنج ممبر بوتنشال وما انا سيبها هي مكمله الريستنج ممبر بوتنشال فعشان كده تم اعتبار لانه الحدث مستمر ما اقدرش اوقفه هنا هي عملت كده وكملت فانا اعتبرت الكماله دي ضمن الاكشن بوتنشال واحد من اصعب الاسئله ليه اعتبر الريستنج ممبر بوتنشال ضمن الاكشن بوتنشال اظن دلوقتي فهمت ليه ثم تشرح الريستنج ممبر بوتنشال اللي هو السببين اللي قلناهم 100 مره يبقى شفت الموضوع يعني كان يبدو مستحيل في الوهله الاولى لكنه ليس بكذلك اسود قديم احمر جديد وهنا يعني كويس ان في الوان بتشوفها انت فيز واحد معلومه واحده ان اكتيفيشن سود واكتيفيشن بوتاسيوم تحط معاهم مين الجديد مين الجديد كورايت اهم واحده مين بقى اللي تاخد فيها وقت البلاتو بالانس ما بين بوتاسيوم وايه قولها انت وطيء مع وطيء يبقى كالسيوم وسبب تاني عشان الكالسيوم مش بس اللي جوه عايزين كالسيوم بره وده بيخرج ده كالسيوم اندوس كالسيوم ريليس وده اهم حاجه في الاكشن بوتنشال بلاتو طول الاكشن بوتنشال وعليه اطال الكونتراكشن واطال الابسولوت افكت بيريد فلم يحدث تيتنس وتشرح الكالسيوم تبتدي تشتغل ناقص 40 فولي اكتف في البلاتو تقف في النهايه وتخرجه بالاكشنجر الديليت ما قفلتش ده الكالسيوم قفل ما قفلتش تاخدني وتتنادل عند ناقص 40 ديليت مين يعمل بيتها الانور ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل هي ما سابتنيش والتشينج اسيبها انا فاعتبر الريستنج ممبر بوتنشال ضمن الاكشن بوتنشال تمام ولا يوجد هايبر بوزيشن انت فاهم ليه الهايبر بوزيشن هيبعدك عن فايرنج ليفل في عضله بتصل للفايرنج ليفل وبتطلع اكشن بوتنشال وتنقبض 70 ل 75 مره there is no hyper polarization in the heart يبقى يا اولاد ليست هذه مجرد خطوط انما كل حاجه عملها الخالق تدل على انه وراء الخلق خالق حتى الكهرباء البلاتو ده هو الاعجاز في عضله القلب اطال الاكشن بوتنشال يطيل الانقباض وطول ما في انقباض ما يحصلش انقباض فوق انقباض لان في ابسولوت افكت بيريد اطالها فلا يحدث تيتنس فتستمر الحياه كل مره بتامل في هذا الاكشن بوتنشال اقول قوله واحده انه وراء الخلق خالق
هل هذه التفصيلات بهذا الكم الرائع تبقى وراها قوة الطبيعة التي هي قوة غير عاقلة؟ إن هذا الأكشن بوتنشال وهو أعقد أكشن بوتنشال وهو أعقد محاضرة في السيركوليشن يدل على أنه رأى الخلق قوة عاقلة نسميها الله. وفي النهاية أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم، ونلتقي في حاجات أسهل في المحاضرة الثانية بإذن الله في السيركوليشن، هتبقى أسهل كتير. دي كانت صعبة لسببين، جزء ريزن في الأول اللي هو عبارة عن الأناتومي حاولنا نسهله 6 تنينات وحطينا التو بامبس والإكتشينجر وحطينا دول بارالل ودول سيريز وفهمناك الأناتومي معلش فمضطرين نعرفه، ثم انتهينا بأعقد أكشن بوتنشال في الهارت. الهارت ما فيهوش غير تو أكشن بوتنشالز، ده وبتاع البيس ميكر اللي هو بيبقى سلو ريسبونس أكشن بوتنشال، ده أسهل كتير مش هياخد 5 مينتس يا ولاد. بس مش ممكن تفهمه في 5 مينتس لما تفهم ده الأساسي، إنما ابتدي زي ما هما بيعملوا هنا وفي بعض الجامعات عندنا هناك، يقول لك نبتدي في فيز 4 ثم فيز 0 ثم فيز 3، ما تفهموا